أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، بعد أن توجهنا نحن أسرة تلفزيون البسمة للعديد من الصحفيين والإذاعيين ورجال الإعلام من عسفيا وخارجها، رأينا بأن نحمل هذا العبء على عاتقنا. لذلك يشرفني بأن أطلب منكم أن تسمحوا لي بأن أدخل بيوتكم من خلال شاشتكم، شاشة البسمة، وأقدم لكم برنامج الحكي بيناتنا. أعدكم بأن أكون الرسول الأمين وأن أطرح الأسئلة على جميع المرشحين بنزاهة كاملة، محبة واحترام. لذلك اعذروني إذا كان هنالك أي تقصير لغوي، فأنا ابنكم وأخوكم، وأنا على استعداد تام لسماع ملاحظاتكم، نصائحكم، وأن أتقبل انتقاداتكم من أجل تقديم الأفضل لقريتنا الحبيبة عسفيا. ها نحن اليوم نصل إلى ما فوق 10,000 أو ما يقارب 15,000 مشاهدة عبر موقعنا الجديد البسمة tv.com، وهذا ما هو إلا دليل على أن ما نقدمه يهم المشاهد العسفاوي. فهذا الموقع يخدمنا ويخدمكم، يسمح لنا بأن نصل إليكم ويسمح لكم بمشاهدتنا. أريد أن أنوه أن على مدار 30 عاما من العطاء المستمر دون كلل ولا ملل ولا تفرقة ولا تمييز، شاركنا بتغطية أهم الأحداث والمناسبات، الأعياد، تصويرها وبثها على شاشتكم، شاشة البسمة، حيث أصبح تخليد بلدتنا الحبيبة عسفيا محفوظ في أكبر أرشيف، وهو الأرشيف الوحيد تلفزيون البسمة نديم حمزي. طاب موسم الانتخابات، نتوجه لجميع المرشحين للرئاسة ولأعضوية المجلس على الملأ بالاشتراك معنا كي نستمع سويا إلى آرائكم، أفكاركم، ونميز الاختلاف في وجهات النظر من أجل التسهيل على مواطن أصعب المهام، وهي حسن الاختيار. من خلال شاشة البسمة وبرنامجنا الحكي بيناتنا، نفسح المجال أمام كل ناخب بأن يطرح الأسئلة وأن يشارك معنا في طرح المواضيع الهامة على المرشحين، وأن نسمع الآراء. فنحن أبناء بلد واحد قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، وأن نتمنى أن تكون معركة انتخابية أو جولة انتخابية مليئة بالروح الرياضية الطيبة، كما عهدنا ونعرف قريتنا الحبيبة عسفيا. إحنا أولاد بلد، وبنتمنى إنه هالمعركة أو هالجولة الانتخابية تمر على خير. وميت أهلا وسهلا في ضيوفنا، معانا الإخوان العم أبو مروان سامي كيوف، والعم أبو رسلان شريف أبو ركن رئيس المجلس السابق، والعم أبو عنان يعقوب شخيدم. أهلا وسهلا فيكو. نريد أن ننوه، كان لنا حديث مع الأخ أبو طارق فرج منصور نيابة عن المقر الانتخابي للسيد رائد منصور، ولكن في الدقائق الأخيرة وصلنا بأنه يمكن يتأخر، يمكن يجي لقدام بعد شوي. احنا بانتظار الأخ أبو طارق فرج. فميت أهلا وسهلا فيك أخ فرج، تتنور لنا شاشتنا زيادة ما هي منوري في الضيوف الكرام. ميت أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ في عم أبو مروان، هيك بدي أسألك، شو رأيك في الأجواء السياسية في عسفيا، في الشارع العسفاوي، كيف عم يتصرف اليوم؟ شكرا على سؤالك. أول شيء تسمح لي في أول الحديث، في أول الحديث السرع، كرجل إعلام سابق، تفضل، أنا أتمنى لك التوفيق في هذه المهمة. شكرا. هذه المهمة ليست سهلة أبدا، ولكن كما أعدك ستكون ناجحا، وأنا أتعقبك من كل مقابلاتك الصحفية، وأتمنى لك مستقبلا باهرا. شكرا في لك. هذا شكرا. الشأن، ومن ثم أنت تعرف أنني تعودت دائما أن أكون من وراء الميكروفون، مش أمام الميكروفون. مظبوط. وخاصة على هذه الشاشة الكريمة، ولكن اليوم أنا من أمام الميكروفون. ميت أهلا وسهلا فيك، وتشرفنا عمو مروان. على كل حال، أنا كابن هاي البلد وكإنسان اللي الربا في هاي البلد ورافق كل المعارك الانتخابية اللي كانت على عهدنا، يعني من تكون السنوات 50 حتى اليوم، عسفيا تمتاز بالمحبة، تمتاز بالأخوة، ولا في تاريخ عسفيا كان معركة انتخابات صعبة شاقة، كان فيها أشياء تخجل أو أشياء تؤدي إلى مشاكل لا سمح الله، إلا الكل كان يتقبل النقد
يتقبل الحملات الانتخابية بصدر رحب ويعمل كل جهده أن يحصل على ثقة الناخب الأسفاوي. كلنا نحترم الناخب الأسفاوي وكل مرشح أنا وبعهدي بهم كما أعرفه من خيرة شباب هذه البلد أن يحترموا ويقدروا ويقدسوا رأي الناخب الأسفاوي. كيف كان كان من كان من انتخب، الأجواء ممتازة وستبقى هكذا كما كانت في الجولة السابقة وكما كانت قبلها وقبلها وقبلها. هذه هي عسفيان المحبة وعسفيان المحبة. يعني أنت حسب رأيك الجو في عسفيان لأنه أهل عسفيان ناس طيبين ناس مناح بحبوا بعضهم، عشان هيك هو الجو موجود اليوم في هذا الطريق، مش لأنه في أربع مرشحين أو أنه في جولة ثانية مرشحين عم بيعملوا حسابات الجولة الثانية فيها، ولا أنه أهل عسفيان هيك بدين؟ أول شيء أهل عسفيان طيبين جدا، معروف في عسفيان في محبتها وفي حتى في استقبالها لصاحب الفكرة اللي غير موافقة للأغلبية في عسفيان. عسفيان قبيلة الغرباء وأسكنتهم وأصبحوا مواطنين من كل النواحي. عسفيان استوعبت الكثيرين والكثيرين والكثيرين وكانوا كلهم اليوم وأصبحوا مواطنين، يحق لهم كل شيء، يحق لهم السكن والامتلاك والانتخاب والترشيح. هذه هي عسفيان. عمبو رسلان شريف، تفضل. في رأيك شو السبب للهدوء في الشارع الأسفاوي اليوم؟ في له سبب غير انه أهل عسفيان ناس بحبوا بعض؟ هاي مش مختلفة عليها، كلنا بنعرف. ما في شك. أول شيء كمان شو قال أخونا وصديقي أبو مروان، كمان تملك النجاح شكراً في المهمة الإعلامية، لأنه هاي مهمة زي ما بيسموها الإمبراطورية السبع. فاللي بدي أقوله إنه يعني غير إنه أهل عسفيان ناس طيبين في الشك، أما اليوم يعني في السنوات الأخيرة أو في العشر سنوات الأخيرة أو في العشرين سنة إذا بدنا نرجع لورا، الجو دائما امتاز في عسفيان في جو هادئ. مع أنه إذا أنا بدي أنوه والانتخابات بدي أرجع لورا، يعني ما دخلوش كمان هذا أنه في طيبة أهل عسفيان، إنما في السابق الانتخابات أو الحملات الانتخابية بين المرشحين كيف كانت، كيف أنا بذكر لما كنت ولد كان فيها حدة وكان هناك في تباعد وكان في تنافر في فترة الانتخابات. يعني بذكر انه كثير مثلا من الناس حتى اللي كانوا ينتموا الى معسكرات واحد مش مع المعسكر الثاني، يعني حتى كانت الاجواء بيناتهم تكون مش اجواء شوي في شغلي ولكن بس خليني اكمل. تفضل. يعني انت قلت لي ليش في هدوء اليوم؟ اللي هو كلمة اللي بحب اقولها، الوعي. صار في وعي عند أهل عسفيان، الوعي السياسي والوعي الاجتماعي. نترك الشعارات انه مثلا طيبين وغير طيبين، مظبوط أهل عسفيان طيبين دائما، يعني طول الوقت طيبين. ولكن صار في وعي اليوم عند الجيل الجديد والوعي هذا يعني صار يعتمد اكثر على انه كل واحد صار يفكر وصار يكون عنده اقتناع انه احنا بنعيش جو ديمقراطي ونعيش في دولة ديمقراطية، وانه في حق لكل واحد انه يمارس العملية الديمقراطية ورشح نفسه. ومن هذا المنطلق بفكر انه صار الواحد يعني مع الثاني مش بس في تعايش، انما في كمان تفاهم، انه الاجواء هاي هي اجواء مليحة اجواء سليمة، واللي بنجح هو بنجح وبتعامل مع اهل البلد كلها كمجتمع مش مع معسكر. برأيك الوعي السياسي بحتم على المواطن العسفاوي انه ما يبديش رأيه؟ اليوم احنا بنشوف في الشارع العسفاوي وكأنه المواطن بدوش يبدي رأيه، بقول انه الكل مناح وان شاء الله الله يعطي اللي له نية احسن، احنا متأكدين انه كلهم مناح وكلهم اولاد بلدنا وكلهم بيرفعوا الراس. اما اليوم ما فيش في عسفيان حدا يعني متظاهر علنا زي ما كان في السابق. بالعكس، يعني بفكرش مثلا انه اذا هناك في وعي سياسي المواطن بديش رايه. يمكن مثلا المعركه الانتخابيه بعد، يعني المقصود انه في نوع من يعني المسايره، نوع من المسايره موجوده دائما.
إنما يعني حسب رأيي إنه أكثر المشتركين أو المرشحين واللي حواليهن دائما بيبدوا آرائهم. واليوم مثلا تغيرت الأمور، يعني قبل كان في عندك زيارات الواحد للثاني في البيوت أكثر. نعم. اليوم من البركة صار في إعلام، صار في استديوهات صار في جرائد، كان في وسائل إعلامية، وإحنا بنشوف إنه وسائل إعلامية والجرائد ملانة في نقاشات وبلانة في إبداء الآراء، ولذلك المواطن صار يشوف نفسه إنه في عنده وسيلة إنه يبدو رأيه فيها إذا كان موجود هون أو إذا كان موجود في جريدة أو بكرة إذا كان في هناك اجتماعات للمرشحين، إنه كمان هناك تكون في خطباء وإبداء آراء بشكل سليم وبشكل ديمقراطي وبشكل حر. شكرا لك أخ أبو عنان. السؤال لك، كيف بتفسر الهدوء في الشارع العسفاوي اليوم؟ أول شيء مسيك بالخير ومسيك بالخير الأخوان الأستاذ مروان جاري وحبيبي وصديقي، بارك الله فيك خليلي إياك، وفي مشاهدين أهلا وسهلا فيهن، وإن شاء الله بيكون حلقة ممتعة. الأجواء في عسفيا من الوعي، الوعي السياسي والتفكير الصح والهدوء اللي بتميز فيه الأسفة، كل حياتها بتتميز في هدوء خاص الأسفة بالنسبة للانتخابات. حتى اليوم انت لما بتطلع بريت البلد وبيسمع عنك انك من أسفيا بقول لك شو هالأجواء الحلوة اللي عندكم، شو هالروح الرياضية، هالجو اللي هادي لهادي. أسفة كل حياتها مميزة في هذا الموضوع، وتفضل وسبقني الأخ برسلان الوعي تبع شبابنا. اليوم الوعي تبع شبابنا وعي سياسي، وعي متحرر، بطل فيه اليوم فوت على البيوت، واليوم صار في انترنت، صار في فيسبوك، صار في هاي الأشياء، اليوم فاتت لكل بيت، فاتت لكل بني آدم، وخصوص الشباب تبعنا اللي هن واعين جدا لهذا الموضوع وبترقبوه في كل ثانية وفي كل ساعة وفي كل الوقت، هن دائما على الفيسبوك وعلى الانترنت. معقول هذا الاشي ابعد الفوتان في البيوت والاحزاب في البيوت، صار اكثر في طريقة انتشار اعلامي اكثر من ما انه مواجهات. مشاهدينا، نحن نعلم بان الاخ ابو طارق فرج منصور مندعيه عشان احنا تلفزيون البسمة نكون منصفين في حق كل المرشحين، حاولنا نتصل فيه وبعدنا عم نحاول نتصل فيه، إذا أنت عم تحضرنا أو إذا في حدا من المقر عم يحضرنا رجاء اتصلوا في الأخ فرج، إحنا بانتظاره وميت أهلا وسهلا فيكو وفيه. في قسم من الناس بجاوبوا على السؤال اللي سألته ياتو في طريقة ثانية، في ناس بتقول إنه بما إنه في 4 مرشحين وفي جولة ثانية أو مرحلة ثانية في الانتخابات، هذا اللي عم بخلي الأمور في عسفيا أهدى من ما لازم هي تكون. لا شو رأيك؟ حسب رأيي ما فيش علاقة في جولة ثانية أو إنهاء المعركة بالجولة الأولى. القصة كما قالوا الإخوان، في وعي سياسي وفي ديمقراطية في إبداء الرأي. برأيك في الجولة الثانية بيكون الوضع أحمى شوي؟ محتمل جداً، ولازم يكون هذا يعني طبيعي انه يكون احمر، طبيعي يكون احمر. نتذكر الانتخابات الماضيه في الجوله الثانيه كان الجو اكثر حراره ودفئا وهجوما و نعم. نعم. فالحماس نعم. بالضبط، هو هذا الحماس اللي ناقص، حماس اكثر، حماس تحمل الناس اكثر. بس هذا بيقولش على انه يعني احنا يعني كأننا ملائكه تاسفه، لا احنا مش ملائكه تاسفه، الكل عم بيشتغل، اما عم بيشتغل بهدوء باقناع، والرأس المفكر للناخب العسفاوي يتقبل كل رأي، يعني ما في ناس مغلقين على آراء. يعني بفهم منك إنه المرشحين ما لهنش دخل في هذا الوضع الهادي في البلد. بالعكس، بالعكس. إذا فكري الفضل الأول في الهدوء تبع أهل عسفيا، نعم، هني مرشحين هني، إن كان في السابق وإن كان اليوم. اليوم المرشحين تبعنا هني اللي عاملين الجو الهادي في البلد، هني مش عم بتهجموا على بعض، هني مش عم بيحكوا على بعض، هني رايقين، هني اصحاب مع بعض،
هن احباب مع بعض ومن هذا المنطلق. بعدين هذا شيء مش مستغرب لان هن من خيرة الشباب فاسد. من خيرة الشباب فاسد يعني مش مستغرب تكون علاقة قوية ومنيحة بينهم. انا شوي بعرف الموضوع هذا يعني. انت سألت اول شيء اذا المواطن ليش المواطن هذا؟ نعم. سألتش ليش انا سألت ليش الاجواء؟ الاجواء. في فرق انه ليش المرشحين هذه يعني برايك ليش؟ انا حسب رايي انه هذا يعني الموضوع هذا بعرفش ليش اقول لك يعني ممكن هل في نوع من التخويف السياسي؟ لا مش التخويف بالعكس ممكن مثلا في تنويم سياسي يعني احنا لازم نمارس العمليه الديمقراطيه ما فيش شك انه لازم نكون زي ما قلنا احنا الكل طيبين ما فيش شك نعم. لازم يكون إخوان أهل البلد ما فيش شك نعم. أما حسب رأيي لازم يكون هناك في تنافس ولازم يكون معروف شو الفرق بين كل مرشح ومرشح يعني المواطن إذا هو بده يأيد مرشح معين لازم هناك يكون في لقاءات إذا كان في الاستوديو هون أو في محلات ثانية نعم. ما بين المرشحين بديش أقول مواجهات بديش أقول منافسة إنما على أساس إنه كل مواطن أو كل مرشح يبرز شو الأشياء اللي عنده إذا كان نحن برأيك برسلان في مصلحة مين برنامج التنويم أنت عم بتقول تنويم أنا قلت معقول يكون في هناك التنويم برأيك إذا كان يعني إذا كان إذا كان في تنويم من مصلحة مين يكون هذا التنويم مش مصلحة بلكي مثلا المرشحين اللي شايفين أنه هيك الساحة السياسية بتكون يعني أهدى بتحتم أو بتطلع بيقدروا مثلا ساعتها يشتغلوا أكثر أما حسب رأيي أنه هاي بتخدمش العملية الديمقراطية ليش؟ لأنه إذا أنا بدي أيد مرشح مش أنا مثلا أنا عارف مين بدي أيد أو الإخوان الموجودين عارفين مين بدي أيده أما إذا أي مواطن بده أيد مزبوط إذا في عملية ديمقراطية نعم. إذا في عملية ديمقراطية لازم يكون قسم كبير من المواطنين بعد ما قرروش مثلا مين هن أيده ولذلك يعني لازم يكون هناك في زي ما أنت حضرتك قلت مواجهات إذا كان على مستوى الاستوديو اللي موجود هون او على مستوى الجرائد او على مستوى نعم. محلات ثقافيه حتى يشوفوا هناك كل واحد شو في عنده يعني يقنع المواطن في برنامجه في عمله في لازم يعطي المجال انه كل واحد يعطي المجال حتى لانه هناك يكون في اسمح لي عندي 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 لحظه قبل تفضل على سيره المواجهات عم نشوف من خلال الشاشات ومن خلال الجرائد في الأسبوع الأخير مهاجمات من قبل المرشحين لرئيس المجلس المحلي وبحملوا المسؤولية في أنه هو المسؤول عن الفشل في نتائج البقروت أو التربية والتعليم شو رأيك عم أبو مروان في هذا الموضوع؟ قبل ما أتطرق لقصة البقروت لأنه البقروت أنا عندي آراء وعندي فكرة في هذا الموضوع انشغال المرشحين للرئاسة نعم. في تركيب قوائم العضوية خلى المعركة هذه هذا موضوع ثاني بدنا نحكي عليه بعد كل المشغولين في تركيب قوائم العضوية أبو مروان جاوبني على سؤالي هذا بنرجع له الآن ننتقل إلى البقروت أول شيء البقروت هي عن نتائج مش سنة 13 إلى سنة 12 في جريدة يديعوت أخرونوت مسكوها هاي عن 2012 أنا عندي وثيقة رسمية على أنه نتائج 2013 يعني أبو مروان يتهم يعني أبو مروان لا, لا 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 نتائج إحنا صورناها كان 2013 بدأ كله على 2012 نتائج 2012 في عندي مكتوب رسمي أنه نتائج 2013 تختلف هاي أولا ثانيا أنا مش مبسوط من نتائج البقروت أبدا وأنا بقول لازم هناك يكون في تحسين لانه عسفيا كانت دائما في الطليعه وفيش اي سبب في العالم اللي ما تكونش في الطليعه لا يمكن انه بيتجان توصل الى المكان الثالث واحنا نوصل للمكان ال 50 او 60 لا لا اما شو الاسباب هاي الاسباب الرجل السياسي بيقدرش يحلها فيش عنده امكانيات يحلها في امكانيه واحده في اقتراح واحد مني وانا فكرت فيه وانا عم هاي الفكره عم ببلورها وعم بحكيها انه احنا في عسفيا مش المجلس هذا الا المجلس القادم الرئيس القادم مع اعضاء المجلس المحلي نعم شكله لجنه تحقيق ممكن مش بس هي تحقيق الا هي لجنه تحقيق وفحص فحص ومن ثم تحقيق اما نعم. في الاول لجنه فحص تدور على الاسباب
وهي اللجنة تكون مكونة من رجال تربية وتعليم من أبناء البلد. نعم. تقوليش واحد غريب. وعندنا الحمد لله عندنا ناس أكباء وبيقدروا يبحثوا الأمر بموافقة وتأييد وزارة المعارف فورت. يعني ممنوع كمان لأنه شكرا شكرا. هاي فكرة وأنا في الموضوع هذا شكرا. إذا بدي أزيد في الموضوع هذا أنا موافق 100% مع شو قال أبو مروان إنه اليوم نتائج البقروت اللي كانت السنة هاي يعني هي 2012-2013 كان في بقروت بس النتائج بعد ما طلعتش أو طلعت بس بعد لم تنشر. بس لا خليني من 2012 خليني في تغير حنوخ لا لا بس خليني خليني أكلك المديرية خلينا نسمع واحد واحد عشان يسمع الكل. أبو مروان خليني أبو مروان نتيجة 54 أبو مروان اسمع تفضل أبو رسلان. يعني كيف هون يعني كان في هجوم على طبعا على رئيس المجلس وعلى المدرسة. نعم. حسب رأيي انه هذا الهجوم مش بحق. وليش؟ لأسباب اثنين. اول شيء ناخذ مثلا عملية التربية والتعليم. يعني قالوا مثلا انه عملية التربية والتعليم من نقول من 3 سنين وجاي ليش ما تقدمتش؟ هذا كل الهدف يعني او 4 سنين وجاي. حسب رأيي اللي بيقرأ الارقام بيعرف انه تقدمت. يعني لازم يكون أول شيء عنده معرفة في العملية الحسابية البسيطة إنه من قبل 3 سنين كانت 37 هي طلعت للأكثر من 50 إسا عودت نزلت ل45 هاي أول واحدة. ثاني واحدة كل واحد بيعرف وبيعيش التربية والتعليم في شكل مظبوط مش كشعار. شعارات تقدر أحد يقول كثير. لا يمكن أنك أنت تعمل انقلاب وعملية تربوية في خلال 2 أو 3 أو 4 أو 5 بيعرفوا انه مثلا رونسون يعني قبل سنه كان في هناك صف 12 البقروت في 2012 اكثر من نصه كان من اولاد الداله والباقي كانوا من اسفه. نعم. السنه بس لاول مره بيكونوا لا ما هو احنا كنا أسفة. كانوا في الشارع العسفاوي يتهموا انه اهل الداله معنا في رونسون عشان هيك معدل البقروت واطي اسا صارت اسفه لحالها. 2013 اسفه لحالها لاول مره اول واحده. ثاني واحده يعني حتى او بتفق او بتفقش مع رئيس المجلس المحلي يعني خلينا نكون واقعيين خلينا نكون منصفين مع نفسنا خلينا نكون موضوعيين في الموضوع هذا. يعني مثلا انا كشخص بقبلش على نفسي اللي عندي التجربة ومارسته بعرف الحقائق انه التربية والتعليم هي تقسم هيك حسب رأيي انا وموقفي انه 50% الاهالي 30% هن ال المدرسين والإدارة والمدير 20% هو المؤسسة اللي هي بترعى المدارس هذا طبعا في ميزانيات وفي كل الأشياء. هذا الرأي لذلك يعني إذا إحنا بدنا نجي اليوم في في خضم المعارك الانتخابية نقحم موضوعنا الشكل حسب رأيي إنه هذا غير موفق. يعني أول من وضع أصبع الاتهام على رئيس المجلس المحلي في وضع التربية والتعليم هو شكيب أبو ركن لما قعد محلك من قبل أسبوع أو أسبوعين. أنا قلت رأيي بقول رأيي بصراحة إنه المجلس المحلي أو رئيس المجلس المحلي هو بحلش محل لا مدرسة ولا أهالي. خلينا نحكي إحنا عن تربية وتعليم على المدى البعيد. نعم. احنا بنحكيش تربية وتعليم انه نستعملها كشعار في انتخابات. شعار في انتخابات هذا مش لصالحنا. اذا احنا مثلا بدنا التربية والتعليم تربية والتعليم هذا بيطلب منا انه احنا نستثمر في اشياء كثيرة مش بس في اموال لانه مش بس الاموال اللي بتعمل تربية وتعليم اشياء كثيرة اللي ممكن نستثمرها وتعمل. يعني مثلا اليوم الموضوع مدرسة رونسون معروف انه اهل اسفيا يعني هي تمنت انه من يوم ما انتقلت مدرسة رونسون لأسفيا انه يكون في تغيير. وحسب رأيي هناك في تغيير ملموس ولكن التغيير هذا بده صبر وبده وعي اكثر وبده شغل اكثر. ولذلك خلينا اكثر بما تسمع لي لحظة قبل ابو مروان قبل ابو عنان جهاد قبلان كتب وعمل شهادي فشل 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 ويحمل اللوم على رئيس المجلس المحلي. شو رأيك قبل ما عم مروان؟ أول شيء طبعا المسؤولية لازم تكون لازم واحد يأخذ مسؤولية والمسؤولية لازم تكون على عاتق رئيس الهرم النظام رئيس النظام رئيس الهرم مؤسس اليوم رئيس المؤسسة اللي هو اليوم الأستاذ أو الأخ بوعميد وجيكين. نعم.
ومنه بنزل المسؤوليات للمدرسة وللأهالي كيف تفضل الأخ. أما اليوم دخل الأخ أبو مروان رئيس رئيس بلد رئيس بيجان الأخ بيان قبلانك كم من سنة اسمه كم من كادينسيا مش مهم. لا مهم انت قلت بيتجن كل الوقت المعدل في بيتجن كل الوقت عالي الوقت عالي ولا مرة كان على مناسبة يا يعقوب ومروان ولا مرة كان على مناسبة كان على مناسبة كل الوقت ولا مرة لا لا أنا بفرجيك مش مهم إنه ولا مرة كان على مناسبة كان على مناسبة مش مهم لا لا خشيت الجدل شباب موضوعنا عسف يا بس احنا بهمنا عسف احنا بهمنا عسف يا الأخ شريف قال فيش أهون من واحد مرشح للرئاسي يجي يتهم رئيس المجلس المحلي إنك أنت مسؤول عن هذا الفشل أنت قلتوا في مثل في الإعلامي بقول هداك مصريح مروش ذات يودع انا بعرف اما انا مش انا اجيت انت بتعرفه انت بتعرف بس انا بعرفش هذا الاشي بلا بتعرف لا بعرفوش لا والاخ شريف عم بقول انه الاشي بده استمراريات يعني بصيرش في سنه سنتين بيان قبلان كدنسيا وصار اللي صار لا لا انا يعني هذا يعني انت عم بتلمح حط الامور على الطاوله لا لا مش احنا مش نجاح البقروت نجاح البقروت في بيتجن لا يعود الفضل لبيان قبلان ولا غير بيان قبلان اذا عم تحكي عن بيعود الاشي للمدرسه نفس للطلاب للاهالي للاجواء نفس الرئيس تسمعني يعقوب تسمعني يعقوب ما كانش العام دالي صلت تنسحب من اسفيا صف 12 كانوا مش كله بس كان صفة بلاش الجدة في الأخوة إخوان لما الإنسان بده يزت تهمة الفشل على رئيس المجلس المحلي لازم يكون واثق أول شيء نعم من الكلام اللي بيحكي طبعا يعني إنك أنت زت الكلام على هو أنا فيش أول منه فيش أول منه هذا ما فعله المرشحين للرئاسة لما يتهم رئيس المجلس المحلي يتهم بيبي رئيس حكومي فيش اللي تحسبه معنا هو هذا خطأ في التفكير إحنا عم نحكي رئيس المجلس المحلي هو مش الرجل اللي بيجي وبيقول للأولاد ادرسوا وبيقول للأولاد حضروا وبيختار المعلمين اللي لازم يكونوا وبهي أجواء دراسية هاي وظيفة المدير وظيفة وزارة المعارف ووظيفة أورد المدرسة الحق على المدير أنا بلوم إدارة المدرسة إدارة المدرسة بلوم أورد بلوم وزارة المعارف مين اللي حط المدير ليه مثله مش المعلم والمعلم الإدارة هي بما فيها المعلم أنا بقول لك مثلاً الأشياء مثلاً ليش أنا بقول بدي إذا إحنا بدنا نضع إذا كل واحد منا بدي يحط اللوم على حدا منعدش نخلص إحنا سؤالنا بسيط وواضح سؤالنا بقول المرشحين لرئاسة المجلس المحلي حطوا اللوم على رئيس المجلس المحلي يعني مش أنا ومش أبو عنان ومش أبو رسلان على هذا احنا عم نحكي مش احنا بدنا نفسر وين الغلط احنا بدناش نفسر وين الغلط احنا عارفين انه في غلط كلياتنا بنتمنى من الهيئه التدريسيه والمجلس المحلي يظبطوا الوضع اما شو الاسباب او شو الاثباتات اللي عندكم انه رئيس المجلس المحلي عرقل مسيره التربيه والتعليم اكثر من كل دوله اسرائيل اعلن انه اسف يا في هبوط بس مش معناه انه كل الاعلام كل مسيره التربيه والتعليم كل كان في بث على البسمه كل الجمعه على مؤتمر صحفي عمله رائد منصور اكيد حضرته معناته انت بتعرف شو الاتهامات وشو الاسباب اللي قاله ومش واثق على اللي قاله جمله وتفصيلا بس انا بقترح تفضل احنا مو احنا كبار يعني صرنا شفت عن المواضيع يعني انا بقترح انه موضوع التربيه والتعليم خذوني انا من منطلق من تجربه 5 سنين وبعرف شو التربيه والتعليم نعم وبتقدروا كمان تسالوا مدراء المدارس في الفتره اللي انا كنت فيها شو التربيه والتعليم أنا بقول إنه ممنوع إقحام موضوع التربية والتعليم في حملات سياسية وحملات انتخابية ممنوع من عن بدأ لأنه هو موضوع كثير مهم إنه هناك يكرس إله في بعد الانتخابات مش مهم بيطلع وعلى أساس إنه يكونوا شاركين فيه كثير قوة اللي هن بتقدر تدفع هذا الموضوع للأمام بعدين أنا بستغرب يعني اليوم مثلا بيش بقول لك إنه مين المتهم يعني هون كأنه في خلال سنتين أو ثلاثة صرنا بدنا نجيب ناس ونعلق مين المتهم نعم. بس يا إخوان يا جماعة في هناك عملية حسابية بسيطة بعرف إذا الناس تعرفش تقرأ الأرقام الحسابية البسيطة يعني قبل 3 سنين كان 37 بقروت في أسفل
37 37 45 مش 45 اكثر من 37 طبعا. اذا صار في تقدم ومزبوط السيراميدات كان في اكثر هي رجعت صار في تراجع شوي انما يعني الامل الماضي ابو رسال السنه الماضي كان حول 50 نزل الى 45 يعني في اذا في تقدم اما هذا تقدم عن السنتين اللي هذا بقولش انه عسفيا لازم توصل لل على القليل للمستوى اللي موجود في اسرائيل هو 68% يعني بس فيش اي سبب بالعالم ابو رسلان خلينا ننهي ولا اي سبب خلينا ننهي موضوع البقروت. احنا بنتمنى لكل الطلاب انه ياخذوا موضوع التعليم بجديه اكبر لانه انا بعتقد انه الطالب هو المسؤول الاكبر على تحصيلاته. فانا بتمنى من جميع الطلاب العسفويين يشدوا حالهم اكثر تترفعوا راس بلدكم اكثر لانه راس عسفيا مرفوع دائما. ولكن نتمنى على الرئيس القادم كان من كان ان يهتم في عمليه التربيه والتعليم وخاصه ياخذ نتائج بعد الانتخابات زي ما حكى ويبدا مصر. ويبدا فيها بفحص دقه في العمق. انا بشد راس في برنامج الوضع مش لازم يضل في برنامج طويل الامد. يعطيكم العافيه شكرا. هالموضوع خلصنا 100% ابو رسلان بدي ابدا معك هاي المره كل مره عم بدي معك ابو مروان تفضل. انتمائك العائلي لمرشحك يعني شريف ابو ركن يدعم شكيب ابو ركن 100% ليش؟ لانه ابن عائلتك. اول شيء خلينا نبدا من القاعده الاولى. نعم. انه كل مواطن وكل انسان فيه له الحق الديمقراطي انه يرشح نفسه طبعا ويمارس عمليه ديمقراطيه اذا كان انتخابات لأي إطار إذا كان محلي أو غير محلي. ثاني شيء في هناك قواعد يعني أطر اللي أي مرشح إن كان إذا كان هون أو كان برا فهو بفضل أنه يكون في له قاعدة اللي منها ينطلق. يعني إذا كان شكيب أبو ركن أو إذا كان أي مرشح ثاني طبعا هو فحص القاعدة طبعا جميع القواعد اللي هي موجودة هون هي الأطر هي أطر أغلبها أو كلها بديش أقول مش أغلبها كلها عائلية. فشكيب أول شيء رشح نفسه. ليش أنا أيد شكيب؟ أنا بشوف شكيب أنه هو شاب مثقف أنه هو شاب منفتح أنه هو عنده وعي سياسي وكمان غير عن هيك كمان هو يعني يمارس العملية يمارس مهنة المحاماة واللي بيعرف القانون طبعا حسب رأيي في إله كمان ميزة أكثر عن الباقين ولأنه إحنا اليوم بالتعامل أكثر مع دولة مؤسسات واللي بيعرف القانون والمؤسسات هاي فأهون أنه هو يكون محامي من شخص آخر. فأنا يعني بشكل شخصي مثلا شكيب خليني أقول إشي شخصي شكيب أنا لما كنت رئيس مجلس ما أيدنيش حدا بعرف الموضوع هذا طبعا كان مع عسفي للعسفويين والأخ مسعود حمدان معروف القصة عسفي للعسفويين اسم ما بعرف إيش مش متذكر. فهذا بقولش أنه أنا يعني بشكل أوتوماتي أيد شكيب لأنه شكيب هو ابن عيلتي. نعم. يعني أنا شفت فيه أنه هو يعني شاب ثاني لما ما أيدكش كان عنده وعي. نعم لا أنا عم بحكي من ناحية ديمقراطية. من ديمقراطية. هو لما هو يعني ذكش كان عنده وعي. واليوم صار عنده وعي أكثر. يمكن هو مثلاً كان غلطان أو ما كانش غلطان خلاص ما خصش الوعي هون يعني. يمكن ما يدنيش خلينا نقول هذا واقع اللي كان. يعني طبعاً. هو الإنسان أبو مروان يعني أنا مجبور أعقب على هالكلمة إنه الوعي السياسي مش شرط إنه يكون الناخب يدعم ابن عيلته. بيقدر يعني مثلا وبدي اوجه السؤال لابو عنان يعقوب يعني انت ليش تدعم جهات قبلان لا هو ابن عيلتك ولا انت من ابناء الجبل شو الاشي اللي بخليك شو الاشي اللي بخليك تدعم مرشح جهات قبلان؟ اول اشي هذا مش منطلق انه جهات قبلان مش ابن عيلي. السؤال انه انا معاشني مش ابن عيلي. انا بشوف في جهات قبلان اللي هو صديقي طبعا جهاد قبلان بيمثلش عيلة بيمثل عيال مجموعة عيال اللي هن 54 و 55 عدا عن هذا بيمثل قسم الدرج خادم بيمثل قسم كبير من العائلات
تبع البلد حتى الصغار حتى الكبار، في معه من هون في معه من هون. وجهاد قبلان واعي، بنادم مثقف ثلاث تعليم، مسؤوليات كانت على عاتقه كبيرة جدا اللي ما فيش حدا في البلد جربها. جهاد قبلان اللي أنا شفت فيه هذا الرئيس أو هذا البني آدم اللي مستعد يمشي البلد في 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 حتى نقول في مجموعات. جهاد قبلان من البني آدم اللي تجربته في الحياة واللي وصله في ال في ال في الحياة تبعته إنه كل الوقت كان شغله هو رئيس البرمودا، وكل الوقت يشغل الناس ويعطي الناس مسؤول عن الناس، مسؤول عن الناس. فمن هذا المنطلق أنا جيت له يعني. يعني هل سؤالي لك هو هل دعمك لجهاد قبلان هو منطلق ضد عائلي؟ أنا فكري هات نغير هاي المفاهيم تبع اختياريتنا وشبابنا العائلية والعائلية. أنا اليوم حاسس الشارع الأسفوري، حاسس الشباب، حاسس الشباب هاي اللي عم تصرخ خلص خلص لدار فلان وخلص لدار فلان وخلص للعيلة. أنا حسب رأيي إنه هون لا خليها يعني في فضل. في أشياء في يعني في هون مصطلحين مهمات لازم كل واحد يعرفه. نعم. في إنك أنت يكون تنتمي لعائلة، وفي إنك أنت تكون عائلة. شو عائلة؟ إنه عندك التعصب العائلة. إنك تنتمي لعائلة في لك الحق زي كمواطن، يعني إذا كان هو بيمثل مجموعة عائلات أو إجا من هون أو إجا من هناك، فهذا فرق بعيد. وأنا مش شايف مثلا إنه المرشحين يعني إنه اليوم كل واحد بيجي من عائلة معناه هو عائلة وعنده يعني تعصب عائلي وإجا من هذا المنطلق أنه يخدم العائلة. يعني أنا بفرجيك عدة أمثلة حتى اللي إجوا من عائلات يعني ما خدموش في الشكل اللي الناس بتهيئ لهم أنه العائلة والعائلة، وبالعكس اللي ما إجوش من عائلة يمكن هن خدموا يعني مصالح ضيقة. شو الفرق بين أنك أنت يعني تيجي من منطلق مصلحة ضيقة أو أنت تيجي مثلا من قاعدة اللي هي عائلة اللي هي منها اللي أنت بتنطلق حتى أنت تأخذ تأييد باقي الناس؟ العائلية السياسية. العائلية السياسية. أنت التعصب العائلي. التعصب العائلي هو أنه أنت ما تدعمش، أو مثلا يا أخي هذا ابن العيلة ما ينفعش ما نساعدوش. أي نعم. أنت وين في هذا الموقف؟ أبو رسلان شريف أبو ركن اليوم. لو أنت حسب رأيك ما فيش في المرشحين الأربعة أليم من شكيب أبو ركن مرشح للرئاسة، وأنا لو شفت أنه مثلا في واحد مرشح اللي هو أليم يمكن كنت مستعد تدشر العيلة وتروح معه؟ كنت يعني مستعد أنه يجي أيده. أبو مروان، نعم، شو رأيك في الموضوع العائلية السياسية؟ وجي كيوف، وجي كيوف أول من هاجم العائلية السياسية زي ما قال شريفي بارك بين الانتماء إلى العائلة والتعصب إلى العائلة. أنا برفض رفضا باتا التعصب العائلة، ولكن الانتماء الى العائله هذا شيء ورثناه عن الاباء والاجداد نحافظ عليه. كل واحد يحافظ على عيلته على بيته على اسمه حتى نهايه الحياه، ولكن هذا بفرش على الانسان انه يكون مع ابن عائلته حتى لو كان على خطا. مثلا انت لو سالتك ليش انت مؤيد لوجيه كيوف؟ انا ما ايدت وجيه كيوف في هاي الفتره، الفترة السابقة ممكن أيدت وجيه لأنه ابن عائلتي وقلت إنه إحنا ولازم ولاوة إلى آخره لازم نوصل لكرسي الرئاسي ونحاربنا واشتغلنا. أما في هاي الفترة أنا بمتاز عن الفترة السابقة إنه أنا أحارب من أجل إنه ينتخب وجيه كيوف مرة ثانية، لأنه أثبت في أرض الواقع على أنه رئيس ناجح جدا. بس الإنسان كيف بتفشل عنده أي نوع من المنطق والتفكير ما بيشوفش الأشياء التغييرية اللي عملها وجيه كيوف على أرض الواقع وفي البلد. كيف بتفسر نجاح؟ كيف بتفسر نجاحه؟ نعم. كيف بتفسر نجاح وجيه كيوف رغم كل المحاولات من المرشحين الباقين في اتهامه في الفشل؟ يا حبيبي شو بدي أقول لك؟
إذا بده يقولوا لك هو رئيس ناجح بقول ليش نازلين على المعركة؟ يعني حسب رأيك إني عم بحكي لعائلة خبير بس شعارات، هاي شعارات سياسية فارغة من المضمون، فيش عندي ولا أي إثبات ولا شيء. أبو عناد أنت بتوافق على إنه هاي شعارات فارغة من المضمون؟ أعطيني مرشح واحد جاب لي إثباتات على الأرض وين فشل؟ بيحكوا على عملية التربية والتعليم وأنا سمعت كل اللي حكوا على التربية، اللي بده يعمل لجنة واللي بقول هيك، فيش فيهاش ولا أي نوع لا من الحقائق ولا من البحث الدقيقي على أرض الواقع. يعني هم بعيدين عن شيء اسمه تربية وتعليم. هذا كان قائد عسكري، هذا كان قائد عسكري، عندنا تعليم لا منهجي، عندنا تعليم لا منهجي. يا ابحث الأمور، ابحث الأمور، عندنا تعليم لا منهجي والمتناس والمتناس كان في وضع صعب، والآن بعد ما خلينا نسمع، خلينا نسمع أبو عنان شوي. احكي يا أبو عنان تفضل. مع كل بس ابني على حقائق، ابني حقائق. بعده ابن عيلة. لا لا انا مش حكي ابو مروان بعده ابن عيلة ولا يزال ابن عيلة وبدي يضل ابن عيلة. اما هات ليش فيه عيب يعني؟ ادري لا 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 سمح الله، لا سمح الله، وانا بفتخر فيك ابو مروان. لا بس انت لما مشيت لما مشيت مع ذاك جهاد بطلتش خدم؟ بعدنيش خدم الى الابد، بعدنيش خدم، بضلنيش خدم، وعشان هيك يمكن بتامل ما تاخذ درج خدم هاك ان شاء الله ناخذها للصح والطريق الصح. في البلد اليوم شبه معدوم العلم اللامنهجي، اسا بلش استاجروا، صار له دار اللي استاجروها 4 سنين، اخر سنه بس استاجروا. اليوم اطلع على فرق الجول عم بيشحدوا مصاري لانه فيش مصاري ومش عم قادرين يتوسعوا. فريق زي فريق عريق جدا الاخ شريف لازم يعرفه، كرة الطائرة في البلد. كرة الطائرة في البلد من قلة الميزانية تبعت المجلس المحلي ما قدرش يطلع درجة، ما قدرش يطلع درجة، فضل ما يروحش على ألعاب وعلى ملاعب عشان ما يتبراش الفرق الثانية عشان يظل في نفس الدرجة، من فيش ميزانية، فيش ميزانيات لهذا الموضوع. يعني أنت برأيك رئيس المجلس فشل؟ أنا برأيي طبعا، عشان هيك انت بتدعم مرشح اخر. مش لا سمح الله فاشل، هو شخص لا فاشل. احنا مش عم نحكي عن الشخص نفسه طبعا، رئاسة المجلس، في رئاسة المجلس بالنسبة لي ما كانش ناجح في عمله، وهو بالنسبة لي لازم يغير. يعني انتمائك لجهاد خلاك تغير تفكيرك وصير تقول هيك ولا ولا هذا من الاساس؟ كمان المرة النقد، وانت بتعرف اخ مروان، نعم، ما كنتش مأيد لوجهك لاني ولا مره شفت فيه رئيس مجلس نجح. يعني بتقدر تقول انه وجهك يوف، مع انه ما كان رئيس المجلس كنت شايفه. انا ما قلتش انه ما اشتغلش ولا بحكيش على وجهك يوف في العاطفه لا سمح الله. وجهك يوف حتى لو اشتغل ما اشتغل اشي اللي هو يعني هو اجى جاب الخوارط وجاب الاشياء. عندنا اجواز شبي ولا واحد اخذ قطعه ارض، عندنا جنود مسرحين ولا واحد اخذ قطعه ارض، ولا في خطط أرض. في عنا 600 دولم اللي هن نقدر ناخذهم من الدولة، وفي 600 دولم لا 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 لأصحاب أراضي. مرشحك جهاد قبلان بيقدر يعمل اللي انت عم تحكي عليه؟ أنا حسب رأيي بس جهاد قبلان بيقدر يجيب الأراضي العسكرية. ليش؟ لأنه هو الوحيد اللي عنده هاي القدرات. كيف؟ كيف ما مشرح؟ هو الوحيد اللي عنده هاي القدرات، هو الوحيد اللي بيقدر يفوت على كل مكتب. غيره فيش عنده قدرات ابو رسلان، غير جهاد قبلان فيش عنده قدرات. اذا انا بدي اتطرق لهي المواضيع، يعني فيش واحد من الموجودين هون مع احترامي للكل بيعرف الحقائق زي ما انا بعرف. عشان هيك وجهت سؤال. لا يعني ليش؟ لانه احنا بنخلط في نخلط كثير مواضيع ببعض. لازم يكون الانسان اذا بدي لا اذا يعني بدي ايش يعني لازم يكون الانسان، لازم يكون الانسان خريج لا 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 الجيش او المدرسه العسكريه عشان يقدر يحصل لاي شيء. اول شيء اول شيء خلينا نحكي عن كلمه بلاش نرميها، فشل او مش فشل. اذا انا مثلا بايد الاخ شكيب يمكن بايده لانه بتوخى انه يكون احسن. نعم. يعني اذا انا مثلا بدي الافضل، ما انا بدي الافضل في المستقبل. مزبوط. فانا مثلا يعني باخذ شاب اللي هو عصامي، وشاب منفتح، وشاب صغير اللي هو يمثل الجيل الشاب يعني، وبتوخى منه انه يرفع عسفيا لمستوى اللي هو اعلى. نعم. فلذلك الكلمات انه هذا فشل او هذا ما فشلش،
ما فيش رئيس مجلس بحبش إشتغل. احنا عم نحكي على شو المرشحين عم يدعوا اليوم. اليوم المرشحين بدعوا شو بدعوا بالتهمه. لا يعني لا مثلا الاخ يعقوب حكى بجيب مثال انه مثلا واحد بيقدر يجيب اراضي للزوج الشابي فاسف يا في عندك متحمين اللي اسمها 5 متحمين في 7 متحمين خلينا ننزل 2 اللي هي في عندك متحام 2 اللي هو قبال طربين هذا متحام 2 اسمه طربين طربين متحام 3 اللي هو حد سيدي وعبد الله نعم خلينا ناخذ هذول 2 هذول 2 في الحال في 500 وحدة سكنية حاضرة موجودة يعني شو المشكلة؟ المشكلة انه فيش شارع اللي هو هذا اسمه كبيش او كيف اللي هو بربط بين كل هاي المتحمين وبيوصل للشارع الرئيسي. هاي المشكلة اللي هي موجودة مش من اليوم موجودة صار لها سنين عدة يعني مثلا اذا انت بتاخذ الحي السكني الشارع لانه هذا فيه مشاكل كثير فيه خلاف. شو الخلاف؟ الخلاف انه الدولة بقدر اشرح لك شو الخلاف. اشرح اليوم الدولة هذا بدها انه هذا الشارع انه يكون شارع ازوري يعني كيفيش او كيف. طيب شارع ازوري معناه بده يكون 20 متر وبده يكون من هون 20 متر وبده يكون هون 20 متر كاف بنيان زي ما بسموه يعني بده ياخذ الاراضي ياخذ لانه بده يمرق مش بس بده يمرق من هناك كان بده يمرق من الزيتون وانا عرضت انه يكون شان شكل واقترحت اقتراح ثاني ما لحقناش انه برايك نعمله. رئيس المجلس لازم يوافق على الشارع ولا لازم يعارضه؟ نعم برايك رئيس المجلس لازم يوافق على هذا الشارع ولا لازم يعارضه؟ رئيس المجلس لازم يكون هناك في عنده موقف في الموضوع. نعم يعني لازم هناك يعرض حلول اللي هي حلول كمان غير الحلول هاي يعني وقتها مثلا عرضنا حلول اللي الشارع هذا ما يكونش شارع ازوري يكون شارع مكومي بدل يكون ازوري وهذا يشتلف مع شارع اسفيا ويروح عند مازون سعيد ويلف لغاد وهذا كان الموقف مش بس تبعي انا هذا موقف بعدين كان تبع البلدية فاليوم شو صار فيه انا بعرفش يعني زي ما بقول الاخ يعقوب انه نجيب الشارع هذا على مازون الشارع هذا بعطل على هذا هو اللي معطل الحارات او الاحياء هاي للازواج الشابه موجوده مش على الوقت تبع وجي وموجوده حسب رايي مش على الوقت كمان تبع اكرم موجوده قبل من قبل وهي مهيئه ومع الشوارع مثلا على كل شيء عدم وجود شارع اللي هو يربط بين الشقونات هاي هذا هو اللي معطل عم تجبرني اسالك سؤال ابو مروان اسمح لي تفضل انت عم تحكي على موضوع اللي هو صار له سنين معمول واليوم هو مش حيز التنفيذ في كثير اتهامات على وجي كيوف انه المدرسه اللي انعملت او اللي انبنت في عسفيا هي مش مشروع اللي عمله وجي كيوف هو مشروع مقدم من سنين مدفوع على الميزانيات انحط حجر الاساس وجي كيوف بس عمله شو رايك في الحكي هذا الحكي مزبوط ولا لا بما انك كنت رئيس مجلس سابق خلي ما هو اذا بدي اشرح يعني انا هون بدي اجي من منطلق شخصي في الموضوع هذا لانه بعرف الموضوع طبعا عن قاعد يعني نعم مثل ما قلت انه فيش رئيس مجلس بحبش يشتغل وبعدين خلي كل واحد يحط في راسه اذا كان رئيس مجلس او اذا كان مواطن انه كل رئيس بيكمل الثاني طبعا. واجيب لك عده مشاريع في اسفيا من السنوات الخمسين هذاك بدا وهذاك كمل هذاك بدا وهذاك كمل 100% المدرسه في الحاره الشرقيه زي ما بيقولوا في العربي عندنا في حكي السرايا في حكي قرايا يعني حكي الديوان غير نعم. اما في حكي السرايا اللي هي هناك كل مواطن لازم يجيب وثائق وفي وثائق برايك وجي كيوف وجي كيوف بنقله المدرسه المدرسه خلينا نكمل المدرسه في قبل ما تكمل وجي كيوف بينقله كل الاحترام على عمل المدرسي ولا لا ليش لا اما اللي بادر في المدرسه هو العابد اللي قاعد قدامك نعم يعني انا وعندي بعدين وثائق مش حكي المدرسه بس بهمش اسمح لي انا الفكره فكره اقامه مدرسه في الحاره الشرقيه كانت في زمن والده المرحوم مزبوط بس مش هاي مش هون لا خليني اكمل لك وفي زمن فكره صور بهمش بهمش لانه انا عايشت بس انا بدي اكمل فتره ابو بهيج بس انا يعقوب ابو مروان خليني اكمل حكيته بعدين نعطيك حق التكتيك من لما انت كنت رئيس لا مش بدي ابو مروان خلينا نكمل أنا بقول لك الحقائق أنا بقول لك الحقائق وكل مواطن معنا اتصال وكل مواطن بيقدر كمان شوي وكل مواطن بيقدر يروح يفحص الحقائق كل مواطن لسه في 84 كان في فكرة
انه قيمه مدرسي فوق العين اللي بيسموها اراضي. انا عم بحكي على الطرح اللي في انت اراضي لا ما هو في اراضي مطهر هاي اللي كانت هناك هاي الفكره هاي نزلت هاي الفكره نزلت لانه ما حدا وافق عليها. طيب هسه لما ما حدا وافق عليها انتهت الفكره هاي. فظلت انه انا ظلت انه انا اجيت وانا مع دايلة ايتسك سكمتي في شفاء اللي كان فيها صالح طريف وكان فيها عليه موافقه. بعدين انا اسمح لي نستقبل اتصال بعدين نكمل. اسمح لي طبعا. معنا مشترك على الخط. مساء الخير. مساء الخير. مين معنا؟ تفضل. كمال كيوف مدير قسم التربية والتعليم. يا هلا عم كمال كيوف. هاي مداخلة تفضل. أول شيء بحب أتطرق لموضوع المدرسة. نعم. اللي عم تتحدثوا عنها. مساء الخير أول شيء للمتحدثين في البرنامج وشكر ل محطة البسمة على هذا البرنامج في هذه في هذا الوقت بالذات. شكرا لك. بالنسبة للمدرسة زي ما قال أبو رسلان الفكرة كانت في زمن أبو شريف أبو بهيج عالج قضية البارك يعني الأراضي اللي يجب تحريرها من أجل بناء المدرسة. أبو رسلان كمل في هذا الموضوع وبدأ في التخطيط. التخطيط الأولي كان في زمن البلدية. نعم. ولم ينتهي نهائيا بعد استلام مع انه الرئيس وضع الحجر الاساسي في المجلس المحلي. وانا استلمت قسم التربية والتعليم في شهر 12 2009. بدأنا في يعني اكمال عملية التنظيم والتخطيط وأول هرشآت اكتسبت تمويل من وزارة التربية والتعليم كانت في 30/12/2010. هاي الهرشآة الأولى للقسم الأول تبع المدرسة. ترخيص المكتب يعني إصدار رخصة عن طريق الوعداء كان في شهر 3/2011 وبعد ذلك عملية المخراج أو المناقصة وبدأنا العمل في شهر 1/2012 واستمر العمل حتى الأيام هاي اللي بعد شهر بإذن تعالى سننهي العمل وسنفتتح المدرسة. اللي بدي أقوله إنه هاي الحقائق مع وثائق أنا يعني راح أطلب من الأخ نديم إنه في الأسبوع القادم يكون في لقاء موسع على موضوع التربية والتعليم وشرح الأشياء مع وثائق تتعلق في كل ما قلت إسا. أنا كمال بالإضافة لذلك الهرشآت الثاني للمدرسة يعني لقسم أخ كمال خلي أمن يتوسعش أخ كمال أمتكي هو عن موضوع الهرشآت درشو هرشآت أخ كمال بهمش قديش كلفت المدرسة مش موضوعي. أخ كمال أنا بوعدك في أنه إحنا رح نعمل برنامج موسع حول قضية التربية والتعليم في عسفيا أو قضية المدرسة كمان. أما مداخلي بتخص البرنامج اليوم بتخص أجواء الانتخابية في عسفيا بتخص المرشحين للرئاسي وادعاءاتهم في أنه وجيه كيوف فشل في 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 مجال الهيئة التدريسية وإدارة الهيئة التدريسية للبقروت هاي السنة. النتائج اللي كانت للبقروت المتدني اتهموه في الفشل. شو رأيك أنت في هذا الحكي كمدير قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي؟ اولا هذا الاتهام هو اتهام سياسي مش اتهام مهني لانه كل قضيه التربيه والتعليم هي قضيه مهنيه لمتخصصين وقضيه نتائج البقروت ليست موضوعا للنقاش بين السياسيين انما هي موضوع للنقاش بين رجال التربيه بين المختصين بين ناس بيعرفوا في المديداب والعرقاء يعني القياس والتقييم في التربيه والتعليم ليعرفوا شو الأسباب. بدل ما يكون في اتهام لرئيس المجلس المحلي كان يجب اقتراح لجنة تحقيق في هذا الموضوع وبعد ما لجنة التحقيق تعطي توصيات ساعتها بصير في بحث بين السياسيين في أي اتجاه نروح وشو الاستنتاجات التي يجب أن تكون. ولكن الاتهام بهذا الشكل أخ كمان بقدر نأخذ منك وعد إنه هذا الموضوع بده يتحقق فيه ويتصلح فيه والواحد يعرف وين كان الغلط كرئيس مدير قسم التربية والتعليم في المجلس.
100%. احنا انا بدي اقول لك شيء واحد، انه هاي النتائج لم تفاجئنا، ويجب توضيحها، لانه القراءه تبعها او تحليلها وتفسيرها في وسائل الاعلام كان تحليل سطحي، كان تحليل فيه نوع من الغائيه يعني لهدف معين مش لبحث الموضوع بالشكل الصحيح. يعني بدي اوضح سياسي وبس. لحظه بدي اوضح هاي النقطه، انه نتائج 2012 تعكس الوضع اللي سبق 2012، والمجلس المحلي الجديد بدا في شهر 10 2009. يعني احنا كان سنتين، ماذا يمكن ان تفعل مع طالب في صف العاشر اللي بدك تعلمه 11 و12 وتقدمه للبقروس؟ يعني لا يمكن اصلاح وضع تربيه وتعليم في خلال سنتين. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انه النتائج هاي باختصار اخ كمال الجرائد وفي المواقع الالكترونيه هي كلها يعني نتائج جي اتش والدالي، هي نتائج رونسون. يعني طلاب الدالي اللي قالوا انه 50 نسبه النجاح وعكس في 45، يعني نفس الطلاب اللي تعلموا في رونسون، والمعدل تبع المدرسه كلها هو 48%. ولكن لما بتفصل طلاب عدالي وبتفصل طلاب عسيا وبتعمل طلاب الدالي معدل وطلاب عسيا معدل، بيطلع انه طلاب الدالي درسوا اكثر، تعلموا اكثر، نفس المعلمين تعلموه. احنا كيف قديش اعطينا ساعات؟ اعطينا 2000 ساعه تعليميه كل سنه لطلاب رونسون، اللي هاي كل ساعه تعليميه بتكلف 7000 شيكل في السنه، وهذا غير الساعات اللي تستحق المدرسة تأخذها من سلة الساعات مع وزارة المعارف. يعني هاي شيء إضافي. ماذا يمكن أن يعمل أي مرشح آخر أو أي رئيس آخر أو أي مدير قسم تعليم آخر لكي يرفع التعليم أكثر إذا أعطى 2000 ساعة في السنة واحدة؟ 2000 ساعة في السنة في 2012 في السنة في 2012 وإنسى كمان أكثر من 2000 ساعة في السنة في 2013. وأنا بحب أبشركم وأقول لكم وأقول للجمهور في عدسيا باختصار إنه نتائج البقروت لسنة 2013 إسا يعني اللي تقدموا في شهر 6 و7، نعم، هي 54%. ولكن الإعلام يتجاهل هاي النسب اللي هي 2013 ويعود إلى 2012 لأهداف سياسية ولتزوير الحقائق واتهام شخصيات اللي هي مستقيمة ومسيرتها الشخصية مستقيمة وكل حياتها دفعت ثمن مصداقيتها، ويأتي أناس باتهامها بعدم المصداقية. أنا في هذا الموضوع أريد من على شاشة البسمة أن أطلب من السيد رائد منصور أن يعتذر لكمال كيوف، لأنه كمال كيوف سيرته مستقيمة وتاريخه معروف ولا يتكلم إلا بالصدق، وكل الحقائق وكل الأرقام وكل الإحصاءات التي أعطاها في المؤتمر الصحفي هي دقيقة 100%. والاتهام بهذا الشكل هو اتهام غير مقبول. لا أريد أن يعني أقول كلمة أخرى، ولكن هو فيه تجني وفيه اتهام جائر، وأرجو في المستقبل أن يكون هناك تروي وأن يكون هناك تعقل وأن نترفع عن السياسة الوقتية، لأن التربية والتعليم وخلق ثقة بين الجمهور وبين الأهل وبين المدرسة والهيئة التدريسية والمؤسسة التعليمية هذا شيء مهم جدا. هذا الكلام في وسائل الإعلام بيخلق عدم ثقة، بيخلق خوف من المؤسسات، بيخلق انه الطلاب تصير تنزل على حيفا وتروح على محلات اخرى، بيقضي على العمليه التعليميه. اخ كمال يجب ان يكون كمال مش الهدف. بنشكرك على المداخله. هاي قسم من المداخله اللي انا بدي اقولها، ولكن انا بديش اطول وقت البرنامج. نعم. ولذلك اقول كلمتي الاخيره انه ليس المهم الارقام، المهم اعطاء الحل، المحاولة التغيير وتفسير هاي الأرقام بالشكل الصحيح لكي نصل إلى استنتاجات صحيحة وعمل صحيح.
والنقطة الأخيرة أنه من خلال دراستنا للنتائج هاي والنتائج اللي كانت العام، العام كانت أكثر مثلا، ما حدا تطرق لهذه الشيء. أخ كمان بيهمش تقصر إذا بتعمل معروف تقصر عم ناخذ كثير وقت من البرنامج. بس الجملة الأخيرة حكينا بشكل وافي عن الموضوع، إنه لقينا إنه طلاب عندهم علامات عالية جدا فوق 80 و90 في المعدلات مثلا في اللغة العبرية وفي التاريخ، أما ولكن في الرياضيات واللغة العربية والإنجليزي كانت راح أتأسف عم أبو كمال، عم أخ كمال راح أتأسف منك، مجبورين نقطع الاتصال. أنا بوعدك شخصيا إنه يكون في برنامج خصيصا عن التربية والتعليم وخصيصا مع كمال كيوف من أجل التحدث في هذا الموضوع في شكل موسع، وعشان نجرب قديش بنقدر ننور المشاهد العسفاوي والناخب العسفاوي على ما يدور في هيئة التدريس. شكرا لك أخ كمال على المداخل. شكرا لك كمان. أخ سليم يعني المضبوط الموضوع المدرسة، يسمحوا لي أنا باحترام الكل. نعم. يعني أنا بعده موضوع شخصي، يعني أنا ما كنتش موضوع على شكل انه حابب انه احكي فيه على اساس انه احنا جايين هون مثلا لمواضيع ثانيه، اما بما انه انطرح وكان في خطا من الاخ كمال اذا كان مقصود او غير مقصود، انا بعتبر هذا المشروع انه هو مشروع اللي انا بدرت فيه وانا بنيته باحترامي لكل واحد وفي وثائق وفي كل اشياء. في هناك مكتوب من دالي ايتسك اللي بتقول لي ان اسمي حالي بس الخشي نعنيه اللي بكشت خاط انا مش بكشات ولا واحد ثاني. نعم. ثاني إشي في واحد اسمه يوسف جبرين اللي هو عامل الخرائط، ومشيل بنوفل اللي هو عامل البناء. أبو رسلان خلينا نحكي باختصار لأن الوقت عم بدهم. والأربع خمس لجان التخطيط اللي انمرقوا في فترة تبعي، والموافقة تبعت وزارة المعارف اللي عطت سمل، ولما عطت سمل عطت تكثيف، والمشكلة كانت إنه المدرسة كانت لازم تنبنى في سنة الـ 2005، انما المعارضه تبع الاخ زيدان ابو فؤاد لانه الشارع بمرق هذا هو شارع بمرق ذاك، هذا اللي عوق الشغله. شكرا لك. هذا هو الموضوع باختصار. نستقبل بعد اتصال باختصار اذا بتعملوا معروف في الاتصالات. تفضل. الو مساء الخير. الو ايوه تفضل، مين معنا؟ الو مسيكم بالخير. مسيكي بالف خير ابو طارق فرج. تفضل. فرج منصور بيحكي. مسيكم بالخير ويعطيكم العافيه. للإخوان المتواجدين في الاستوديو عندكم أبو سليم ولجميع المشاهدين، في البداية أنا ما شفتش البرنامج في الأول، ولكن اللي عتب عليكم إنكم بتقولوا إنه فرج بده يجي على الاستوديو وفرج بيعرفش في هذا الموضوع. هيك وعدنا، هيك لما أنا ما كنتش موجود في البيت، وما طبعا لما في برنامج عن الشكل بصيرش انه ندعو اللي بده يكون يشارك في الاجتماع الساعة 9 تماما لما البرنامج بده يبدأ. فهذا بعليك اول شيء في هذا الإخوان الموضوع. الاخوان بيقدروا يشهدوا على اي ساعة دعينا للبرنامج. امنيتي اني اكون معكم. ابو طارق اسمح لي لحظة ابو طارق احكيها وعقب عليها. قبل ما تعقب بدك تسمح لي لحظه، مجبور اقول لك شغلي. انا شخصيا ابو طارق طلب المعذره من رائد منصور، فانا بقول انا كمان اللي عتب عليه لكمال انه بصيرش قبل جمعه قبل نشر نتائج البقروت ويقول هو رئيس المجلس انه رفعنا نتائج البقروت في 5%، وبتبين بعد 10 ايام انه نسبه البقروت نزلت 10%، فمين لازم يقدم الاعتذار؟ انا بتمنى ابو طارق بتمنى منك تيجي على الاستوديو لعنا وتنور شاشتنا زي ما قلنا عشان فشل العمل الاداري في المجلس، فاشياء كثيره. انا بطلب من الاخ سليم ومن الاخ نديم انه ندعونا مرتي جاي بصوره رسميه اكثر انه نوصل على الاستوديو ونعطي. احنا دعينا في صوره رسميه عم ابو طارق اللي قيلت في البرنامج واللي بدات لا ما هو انت بدك تسمعني، انت مجبور زي ما انا عم بسمعك بدك تسمعني ابو طارق. ابو طارق اذا بتعمل معروف بعد مره المعذره اني ما قدرتش اوصل، وانه اسمي وصل للاستوديو يمكن شوي فيه غلط، فاخ سليم انا متاسف
وبطلب المعذرة كمان مرة من المشاهدين. طيب ويعطيكم العافية. أبو طارق، أبو طارق سمعني أنت إسا؟ أنا مش سامعك منيح. طيب اسمعني لحظة صغيرة، في مجبور أنا أنوه على شغلي وحدي. إحنا البرنامج بدأ بناء على طلب مقر الانتخابي تبع رائد منصور، هاي أول شغلي. ثاني شغلي، إحنا لما اتصلنا مع الكل، اتصلنا معك، كان مفروض يكون في حدا غيرك من المقر من عندكم، وقالوا انه اتصلوا مع 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 فرج، ووعدوا انه هن يتصلوا فيك، والوالد حكى عندكم في البيت مع العيلة عندك في البيت، وقالوا انه الساعة 4 حكوا معك وقالوا لك، وعلى اساس هيك احنا اعلنا انه انت راح تكون معنا في البرنامج. هذا التنويه، هذا التنويه، احنا بشرفنا انك انت تكون عندنا وتنور شاشتنا، وشكرا لك، واحنا متاسفين اذا حصل منا قصور، وبندعيك تيجي تنور شاشتنا كمان. اسا تفضلوا شباب. نعم. خلينا نتقدم شوي في البرنامج. تاثير التركيب القوائم زي ما انت بديت تحكي، تاثير تركيب القوائم على انتخابات الرئاسي شو هو؟ شوف، كل عائلة في اسفيا صارت تدور على انه تحافظ على كيانها وعلى مركزها وعلى موقفها في اسفيا. نعم. وفي المستقبل ممكن يكون في بعض المصالح، خلينا نحكي بكل صراحه. نعم. فاشغلت كل الناس، لانه كل الناس ابناء عائلات، اشغلت العائلات واشغلوا المرشحين الرئاسي في تركيب القوائم. نعم. فإذا أنت تتعقب رؤساء القوائم اليوم، بتشوفهم مشغولين كل الوقت في تركيب قوائم العضوية. لهذا السبب التهوا شوي أو نسوا إنهم في حملة انتخابات لرئاسة المجلس المحلي، مش بس على الأعضاء. الأعضاء مع الاحترام لكل الأعضاء، راح يكون في 11 عضو في المجلس المحلي، كل ما يكون راح يكون في 11 عضو. اما المعركه الاساسيه في البلد هي معركه رئيس المجلس المحلي، لانه رئيس المجلس المحلي يتمتع بصلاحيات اللي بتخلي كل انسان طموح في هاي البلد ان يصبو الى هذا المركز. هذا واحد. ثاني شيء مهمش، انت قلت وانا اعبر يعني على هذا الشيء عبور الكرام بسرعه، انه اتهموا وجيه فشل فشل فشل، سواء في البقروس غير البقروس. بدناش ترجع لموضوع التربية والتعليم. بديش ترجع للتربية والتعليم أبدا، بس أنا بدي أسأل كل واحد، هل الوضع اليوم في عسفيا من جهة عامة، نعم، هل جمع النفايات غير مرضي؟ هل جمع النفايات هو إنجاز لرئيس مجلس محلي؟ 100%. اليوم في سنة 2013 جمع النفايات هو إنجاز؟ جمع النفايات، لأنه عانينا في الماضي. عدم انقطاع المياه هاي إنجاز، عدم انقطاع الكهرباء إنجاز، تنظيف الشوارع إنجاز، كل شيء، وصل البيوت لكل بيت إنجاز. مزبوط، أنا معك، توصل البيوت في تقصير، في تقصير في، بس تنساش هذا بدي أقول لك شيء واحد يعقوب، بدي أقول لك شيء واحد حبيبي، بدي أقول لك شيء واحد يا يعقوب. في سنة الانتخابات، نعم، قبل الانتخابات، نعم، الماضي، نعم، كنت أنت في بيتك تتحمل ريحة البيوف ولا لا؟ في بيتك، في بيتك، في كل حارتك، كيف كان؟ كنتوا تسكنوها؟ هاي الاشي دام سنة، انحل في زمن الرئيس الجديد في شهر، لا في شهر انحل. عندي انحل على زمن أكرم حسون، لا على زمن البلدية، لا خيال، لأنه على زمن انحل يا زلمة، عملنا اجتماع لألكيو في بيت أولاد عمي بولعبد، في أولاد بيت عمي بولعبد هناك، وما قدرناش نكمل الاجتماع من الآخر بسبب الرائحة الكريهة يا أخي. أنت بتقصد المخون؟ تقصد المخون ولا لا؟ بلا كانت المصورة هناك، المصورة مسكرة، قالوا في زمن البلدية بحاجة إلى مطور، إلى مضخة تقدر قيمته بعشرين مليون شيكل، لأن حلت القضية في 100,000 شيكل وفتحته، بطل في رائحة، بطل في رائحة. أنت لأنك أنت بتقول بطل، أي واحد بمروان أنت بتقول بطل في رائحة، لأنك مش ساكن غاد. روح اعمل اجتماع غاد. لا أنا بمرق اليوم. روح اعمل اجتماع غاد اليوم. مش رائحة زي ما كان زمان. بس أنا وياك ساكن على كنا اليوم. اليوم الوضع غير يا حبيبي. الوضع غير. أنت في اليوم مش عم تشم، هلا أنك عم تروح. لا بروح، روح وشم. طيب. يوميا بمرق. أبو مروان. نعم. أنا برجع وبنوه وبطلب من المشاهدين المداخلات معنا على هاتف رقم 8399997. بعد الفاصل راح نكون مع فاصل صغير ونرجع نكمل. شكرا لكم.
مشاهدينا مساء الخير مرة جديدة، ميت أهلا وسهلا في ضيوفنا الكرام. بدينا في سؤال القوائم وتأثيرها، بدي أوجه السؤال إليك أبو رسلان. تركيب القوائم في له تأثير على التصويت للرئاسي. سؤالي إليك هو ثاني، يعني عندكم في المقر، عندكم أنتم شايفين في زي نوع من الانشقاق في قائمتين، في مرة كمال أبو روكن، مرة اليوم معروف أبو روكن، في قائمة أركان أبو روكن، هذا انشقاق في دار أبو روكن ولا شو هذا؟ لا هذا مش انشقاق، مش ولا أي انشقاق، يعني هي خطة سياسية؟ مش خطة سياسية، ولكن في تفاهم إنه يعني نروح قائمتين. بعرفش مثلا كيف التركيب تبعها القائمتين، إذا كان يعني المرشح من دار أبو روكن بيكون المحل الأول أو المحل الثالث، يعني هذا بعده ما خلصش. اما فيش ولا اي انشقاق، في هناك تفاهم كامل انه احنا نروح في قائمتين، قائمه مع عائلات. شو السبب انه تغير المرشح؟ على اساس انه اذا انت بيكون في عندك قائمتين وبيكون في القائمتين فيهن تركيبه من عائلات من اسفيا، انه هاي يعني تكبر انت التأييد تبع العائلات للمرشح للرئاسي اللي هو شكيب. هاي كل الفكره من وراء الموضوع. أبو عنان، موضوع القوائم زي ما سألت أبو رسلان، برأيك إزاحة قائمة ألف جيم هل هو في مصلحة جهات قبلان ولا لا؟ كواحد من داعمين جهات قبلان. أنا اللي من دعم جهات قبلان ما دعمته لأنه بدي يقيم ألف جيم أو بدي رجع ألف جيم أو بدي حط ألف جيم. ألف جيم قائمة كانت مستقلة، قائمة كانت محترمة جدا في البلد، قائمة كبيرة في البلد. في الآخر في ناس فكرت إنه من مصلحة جهات قبلان تنزاح قائمة. حسب رأيك أنت هي في مصلحته ولا لا؟ هل هذا بخلي المجموعة نفسها تعرضه أو هذا بجيب له أصوات أكثر من برا؟ ما هو في هدف من وراء هذا الموضوع. طبعاً زيحان قائمة ألف جيم راح يعطل على جهات من أولاد الجبل. من ألف جيم. نعم. أما محتمة إنه من برا بيأخذ أكثر صوت. يعني برأيك هذا مصلحة جهة قبلان. مصلحة جهة قبلان. شكرا لك. يعني اسمعني، يعني كل شعار رفعتوه أبناء الجبل وأبناء الجبل راح مع مهد الريح. في ناس بتقول لك في اليوم طرح آخر، هو موضوع آخر، وهو رئاسة المجلس المحلي. شو رأيك أنت؟ ممكن يكون الطرح صحيح. لو أبو مروان ينتمي إلى قائمة أبناء الجبل كان بوافق على هذا الطرح ولا لا؟ طبعا لا. طبعا لا. شكرا لك. بس في أسباب. استفتاءات. نعم. في كثير اليوم استفتاءات رأي عام، اتصالات على البيوت واستفتاءات، كل الاستفتاءات عم تعطي وجيه كيوف الأول. شو رأيك هذا؟ كيف بتفسره أنت؟ والله أنا ما بفسرت يعني ولا مرة اعتمدت على الاستفتاءات، بس الاستفتاءات هي شو قال شبه فرس مرة، يعني زي شبه زي الريح، ريحتها حلوة أما قوام تروح يعني فيش لا تأثير. الاستفتاءات هاي بس لتقضية وقت، يعني برأيك هذا لا تقضية وقت، ولكن بدل على أنه على أرض الواقع وجيه كيوف وأقوى المرشحين. شكرا لك. برأيك أبو رسلان الاستفتاءات بتدل على الوضع في الشارع الاسفاوي اكيد، لانه احنا بنشوف انه شريف ابو شكيب ابو روكن والاخير في كل الاستفتاءات اللي انعملت. بس انا شفت شو الاستفتاء، يعني استفتاءات اللي هي رسميه لحد اسا ما شفتش هناك استفتاء. يعني هذا ما يقال في الشارع الاسفاوي، كمان انا ما شفتش. يقال يعني ما يقال في الشارع الاسفاوي انه استفتاء هناك لما ينشر، معنى ينشر هناك مع نسب معينه، قديش نسبه كل واحد، هذا بيكون في استفتاء وبيكون واقف من وراء مثلا في شركة كذا في كذا وكذا، ساعتها بعرف انه في استفتاء. اما هناك هذاك حكى وهذاك حكى، انا بعرف انه شكيب مثلا هو بدا متاخر من بين المرشحين. نعم. وشكيب لما بدا مثلا كان في عنده عدد معين، اليوم حسب انا التقدير تبعي انه هو مش ضاعف، يعني هو ضاعف وزاد اكثر في التأييد في الشارع الاسفاوي. برايك كمرشح، برايك الاستفتاءات بتاثر على الوضع الانتخابي في البلد؟ يعني الاستفتاء بيخلي الواحد يتكل على النتيجة ويقول هاي هي النتيجة الحقيقية، ولا في مرات خربطات معينة، أو إنه هذا بما بيفسرش إشي؟ أول شيء بيختلف بين شخص وشخص، يعني نعم.
ده شخص مثلا بيأمن في إشي الاستفتاء بأثرش عليه. يعني الاستفتاءات على زمانتك يعني أنت كيف كانت؟ ما كانش في استفتاءات. ما كانش في استفتاءات. استفتاءات كانت يجريك واتصالاتك مع الناس وكل هالأشياء. كان عديد الناس والاستفتاء. كان عندكم استوديو هون يعني كمان كان في إله مهم كبير. بالنسبة لي أنا. يعني. برأيك آل أبو روكن عم بيشتغلوا في طريقة مزبوطة لتوصيل شكيب أبو روكن للمجلس المحلي؟ يعني مش بس آل أبو روكن كمان بقيت شكيب. مؤيدي شكيب. مؤيدي شكيب أبو روكن. ده كان ده أبو روكن أو من خارج ده أبو روكن؟ نعم. عم بيشتغلوا. يعني هل هاي مزبوطة؟ بتأمل إنه تكون مزبوطة والصورة تتوضح أكثر. خلينا أقول شيء واحد زي ما قالهم مروان وكمان الأخ يعقوب إنه في هناك موضوع القوائم اللي كانوا الكل مشغول فيها. بس حسب رأيي بعد ما هناك يتم القوائم في تقديم القوائم في 15 و16 شهر الترشيح نعم. بشكل رسمي الصورة في الشهر الأخير بتبدأ تتوضح تتوضح أكثر تشتد المعركة هناك المعركة بتصير أكثر يعني أو المنافسة بداش نقول معركة المنافسة الانتخابية بتصير أكبر وساعتها تقدر تشوف الصورة وين التركيبة تبع السفية السياسية تقريبا كيف هي موجودة كيف الشكل تبعها لوين بتودي وإلى آخره. شو رأيك في الاستفتاءات أبو عناء؟ أنا بدي أصلح الاستفتاء الأخير اللي أنا أخذته اليوم على التلفون هو جهاد أقوى المرشحين. ليه بدنا نشرش؟ وين هذا الاستفتاء عمل هون في حسبي ولا وجب الدروز؟ في الدالي. في الدالي. و الاستفتاء الاخير احنا عم نحكي اليوم. على استفتاءات مفهوم. استفتاءات لحظة انا مجبور اقطعك احنا عم نحكي على استفتاءات راي اللي هي عامه مش استفتاءات راي تبع 200 صوت او 50 صوت في اطار انترنت معين احنا عم نحكي على استفتاءات اتصالات مع الناس من قبل ستات نت من قبل دايركت من قبل الشرك المعروفي الشرك المعروفي على حسب قول الشارع العسفاوي لحد إسا أعطت وجيه كيوف الأول أعطت رائد منصور الثاني جهاد قبلان الثالث شريف شكيب أبو روكن جريدة كل الناس لا مش جريدة كل لا الناس لا مش جريدة كل الناس كل إحنا عم نحكي على استفتاء إحنا عم نحكي على استفتاءات من قبل شركات معينة اللي حسب قول الشارع حسب قول كمان مرة على حسب قول الشارع العسفاوي ما فيش شيء مسنود في حقائق فيش شيء مسنود في حقائق أما أنا عم بقول لك اليوم أنا أخذت استفتاء اللي أقوى المرشحين هو 34.75% جهاد قبلان 34.34% الأخ وجي كيوف وبعدين رائد منصور بعدين الأخ برأيك جهاد قبلان برأيي جهاد قبلان شو هي الاحتمالات المجلس القادم لا السفية جولة ثانية معقول يكون فيه لأنه أنا شايفك عم بتجاوب 34 في ثقة كبيرة بده يحسمها بالجولة الأولى 34 في جولة ثانية أنا بتأمل كثير إنه ما يكونش في جولة ثانية أما معقول جدا يعني أكيد جهاد قبلان في الجولة الثانية 100% كنت بتمنى إنه يكون معنا حدا من مقر رائد منصور لأنه كثير كان بهمني أسمع رأي في هذا الموضوع خصيصا بالنسبة لرائد منصور لأنه كمان الاستفتاءات اللي انعملت بأشكال سرية كمان أعطت رائد منصور مرتبة ثانية فهذا أنا بدي أخلي حق الرد لمقر على أساس أنه إحنا نكون حقانيين أو في الاتصال بدعو العم أو الأخ أبو طارق فرج أو حدا من مقر رائد منصور يتصل ويحكي معنا على موضوع الاستفتاءات لأنه بهمني جدا أنه نسمع رأي من مقر رائد منصور حسب رأيك مين بيكون في الجولة الثانية إذا كان في جولة ثانية ضد جهاد قبلان عشانك متأكد إنه جهاد قبلان في الجولة الثانية؟ حسب رأيي وحسب الشارع الأسفاوي المضبوط والأخ وجي كيوف. شكرا لك أبو رسلان إذا كان في جولة ثانية مين في رأيك المرشحين اللي بيكونوا فيها؟ أنا قلت يعني اليوم مثلا كيف أنت عم بتقول حسب الاستفتاءات مع أنه أنا ما شفت لا أنا مش عم بحكي على الاستفتاءات أنا عم بحكي حسب رأيك الشخصي أما بقدر حسب رأيك الشخصي أنت رأيي الشخصي بقدر أقول لك إياه بعد جمعتين أو ثلاثة يعني بعد حديثة في شيء معروف لا بقدرش اليوم أقول لك إشي أنه مين يعني شو اللي بده يتغير من إسا لبعد جمعتين ثلاثة أقول لك لأنه الناس ساعتها بيكون في عندها قرار أكثر كمية أكثر من الناس ببطل في وين هي وين بدها تصوت كمية المترددين بتقل بوجه في الانشغال هذا كمان في القوائم بوجه في كذا ساعتها كل واحد مثلا بيعرف حاله وفي أي جهة برأيك تركيب القوائم تركيب القوائم اللي ركبها شكيب أبو روكن في مصلحته صبر علينا أبو مروان شو رأيك بيكون في الجولة الثانية مين
أخوي أنا لما سألت عن الاستفتاء قلت لك إنه الاستفتاء يعني مش ببنيش عليها كثير. زي ما قال لك يقوم في عنده تلقى خبر. أنا شفت استفتاءين. نعم. استفتاءات سرية؟ مش سرية. ليه من العن؟ أوتيات. أوتيات هو اللي طلبوا. ليه ما كانش في إعلان على الاستفتاءات؟ لأنه حق النشر. نعم. للاستفتاء هو اللي عمله. هو اللي الشركتين اللي لوتين هني لازم ينشروا. أما هني النتيجة أعطوها للمانيين. بلكي المرشح اللي عمل الاستفتاء طلب كشرط أساسي إنه ما ينتشرش الاستفتاء بلكي مش مصلحته. أنا مش مستعد أنزل لمستوى إنه أبدأ أشكك في هدول. لا أنا مش عم بشكك. أنا معروف بفرض. معروفين هدول المحادين الموجودين في الدالي معروفين في في مصداقيتهم 100%. وهيك أثبتوا في الجولة السابقة كيف توقعوا نتائج بالضبط هيك صار. اذا ما انتشرش بشكل رسمي يعني علني ينشر بعد علني على النتائج ولا كل كلام يا اخي النتائج اللي انا شفتها في عيني يعني شفت النتائج مكتوبه مش بيتكتب. شو قصدك في سكرين في جبل الدروز؟ ايش شو قصدك لما قلت سكرين في جبل الدروز؟ قال سكر 34%. قلت له وين عم بدفع سوى ولا بجبل الدروز؟ ممكن بجبل الدروز ياخذ اكثر من لا شو عم بتلمح؟ انا بخلي اهل البلد يجاوب. لا انا بحكي بشكل جاوبش على هذا الموضوع. لا انا بحكي انا شكرا لك. انا بحكي بشكل مزح مش بشكل جد ابدا. انا مع كل الاحترام بس انا دائما بحب امزح. انا شفت استفتاءين. نعم. واحد اعطى وجيه كيوف 41% وواحد اعطى أكثر من 41%. يعني في رأيك فيش جولة ثانية؟ في الجولة الثالثة انت. ولكن أنا بقول وأنا طلبت أن لا ينشر هذا الاستفتاء نتيجة هذا الاستفتاء لحتى ما نخليش الجماعة. ليش عم تنشروه؟ أنا مش عم بقول إيش عم بقول. لما أنت طلبت أنه ما ينشرش ليش عم تنشره لا ينشر لحتى يهبط شو مش يعني يخلي عزيمة الشباب يقول لك يلا ما احنا طالعين ليش نشتري؟ برأيك إذا كان فرضا على حسب قولك فيش جولة ثانية لنفرض إنه في جولة ثانية مين حسب رأيك بيكون في الجولة الثانية؟ أكيد في جولة ثانية. أنا بقى. أكيد في جولة ثانية. مين حسب رأيك بيكون فيها؟ بيكون في جولة ثانية. مين حسب رأيك بيكون فيها؟ أنا بعرف إنه المرشح راح يكون نمرة واحد والاحتمال الكبير يكون رائد منصور. رائد منصور ضد مين؟ ضد وجيه المرشح تبع ما قلت لك. نعم. شو يعني بعد تعرفش مين؟ ما فيش إمكانية إنه يكون اثنين غير هذول الاثنين. بس يمكن يكون في مفاجأة. بس وجيه كيوف رائد منصور. مفاجأة بالبارك. بس صعب جدا. ابو رسلان برايك يكون في مفاجات بالشحن؟ صعب رايي يمكن يكون في مفاجات. انا بقول اذا رائد منصور في الجوله الثانيه مفاجاه. رائد منصور اذا كان في الجوله الثانيه مفاجاه. لا يعقوبش خير. لا ما تستهونش في قوه. انا مش بستهون في قوه حدا. ابو مروان انا بستهونش في قوه حدا. اما انا من الشارع الاسفل. خلينا شوي. انت بجوز انت بشغلك اكثر بعد. خليني فاضي لهي الامور. خليني اتطفل واطلب منكم طلب. تفضل عائلتك. تعال نسألك سؤال. حسب رأيك ليش رائد منصور بوصل على الجولة الثانية؟ شو المؤهلات اللي بتخليه يوصل على الجولة الثانية؟ شو القوة السياسية تبعت رائد منصور تيوصل على الجولة الثانية؟ بما إنه ما فيش حدا من المقر الانتخابي تبع رائد منصور. تنسمع شوي عن رائد منصور إيجابيات وأشياء منيحة على أساس إنه خلينا نحكي بصراحة تامة. اعتماد المرشحين الأربعة. نعم. الأخ جهاد يعتمد كلياً على فئة أولاد الجبل كلياً ومنك ينطلق إلى لا وافقك الرأي مش مهم مش مهم وبعدين ينطلق إلى بعض العائلات الصغيرة اللي بدأيته. شكيب يعتمد كلياً على آل أبو ركن ومن العائلات اللي كانت تأيد آل أبو الكلاسيكي. وهو عنده أمل كبير إنه هاي العائلات اللي أيدت أبو نعم. ركن في السابق تأيدوا نعم وهذا بعيد جداً. نعم. نيجي لرايد في قطاع في عسفيا اللي هو قرابة 2000 صوت أو 1800 صوت اللي أنا شايف يتقاسم هذا أصوات هذا القطاع رائد منصور ووجيه كيوف. 1800 صوت؟ ولا تسأل لي ليش؟ يعني 950 هون 950 هون؟ لا هذول 1700 كيف بتقسموا؟ ما بعرف كيف بتقسموا. يمكن ياخذ يعني احنا عم نحكي بصراحة هسه انت عم تحكي على الطائفة المسيحية والطائفة الإسلامية اللي هن 1800 لحد 2000 صوت. انت برأيك بتقسموهن رائد منصور ووجيه كيوف لجهات قبلان ما فيش منهن ولا شكيب بروكن ما فيش منهن؟ اصوات قليلة. شو رأيك على الكلام يا ابو علان؟ حسب معلوماتي. شو رأيك في الحكي؟ اشي بضحك يعني ما
ومروان على راس وعيني، اما المره غلطان كثير غلطان. ابو رسلان برايك بالنسبه لهذول الفئتين، برايك لشاكيب بروكن فيش دعم من قبل الطائفه المسيحيه والطائفه الاسلاميه على هوا حكي ابو مروان؟ لا في دعم اكيد اول شيء. اما ثاني شيء انا بحب اقول بلاش احنا كمان يعني انه نقرر من اسا انه اهل اسفيا كيف بده يصوتوا، لانه هذا نوع من شوية من الاستهتار. انا حسب رايي انه موضوع الاقناع ليش انا مثلا بقول انه شكيب ممكن يفاجئ، لانه حسب رايي من ناحيه الاقناع المنطقي والانفتاح، وانا تفاجأت حتى اول شيء كنت متردد، اما مظبوط تفاجأت من الشكل ومن الصورة اللي هو شكيب بيتوجه فيها وكيف هو بيشرح البرامج تبعه لكل الأجيال. وطبعا إسا هو رايح يعمل هناك برامج شوي يعني في زخم أكثر، وحسب رأيي إذا إحنا بدنا نكون مفتحين وإذا إحنا بدنا نصغي، مش أنا يعني المواطن الأسفاوي وخاصة الجيل الجديد الناخبين وخاصة الجيل الشاب لازم يصغي أكثر للمرشحين على أساس أنه هو يعرف يقرر مين المرشح الملائم لأسفيا. نعم. وفي رأيي أنه شكيب في الموضوع هذا وممتاز عن المرشحين الآخرين في يعني عنده قدرة يقنع المرشحين، مش بس عنده قدرة، يعني عنده قدرة، القدرة هي تعتمد على المنطق وتعتمد على أشياء حقيقية مش على خيالات. فلذلك أنا أمل كبير في الموضوع هذا. نسألك سؤال ثاني. تفضل. برأيك في محاولات للتأثير، نرجع شوي على تركيب القوائم، في محاولات من قبل المرشحين للرئاسة على التأثير في تركيب القوائم في عسفيا؟ المرشحين لرئاسة المجلس أيوة إن هني هل يحاولون التأثير على تركيب القوائم؟ ما كل واحد، ما كل مرشح بيحاول، يعني خلافات في العائلات، مشاكل في عيلة معينة، هاي العيلة مش متفقة بلكي نقدر ناخذ منها هون قسم هون قسم هون. طبيعي. تركيب القائمة في محاولات من قبل المرشحين لرئاسة المجلس بينها تركب يمكن قوائم؟ يمكن مش ما طلع ما تختلف بين مرشح وآخر. لا يمكن مش التأثير يعني تركيب المرشحين للرئاسة مش بيأثروا إلا بيركبوا قوائم يركب قائمة على أساس تدعمه. في فرق بين تأثير، ممكن يأثر وقاعد في البيت وضم طرفين يقولوا عليك. أنا قصدك استغلال خلافات في قلب العائلات يعني، ويجيب مثلا قسم منها لصالحه المرشح. أنا قصدي يعني أنه في مرشحين عم بتحاول تعطل على تركيب قائمة لا مرشح آخر. قد يجوز. قد يجوز. آه معقول. معقول. يعني ماشي لحبس. معقول. معقول. وإيش طبيعي؟ يعني إيش طبيعي كمان؟ إنه طبيعي جدا كل مرشح للرئاسة بده يحاول يجيب أكثر أصوات له من خلال تركيب القوائم. هذا إيش طبيعي؟ يعني مشاهدينا برنامجنا حافل، الإجابات حلوة والشباب عم بيجاوبوا معنا في الموضوع. برجع وبنوه الاتصال معنا 8399997 للمداخلات وطرح الآراء، وميت أهلا وسهلا فيكم وبتشرفوا فينا معنا في برنامجنا. لو كنت أبو مروان مكان وجي كيوف، شو في مشروع كنت بتحب تعمله ما عملوش وجي كيوف؟ كنت مشاريع مش ما عملهاش كيف. مش كرئيس مجلس، كمرشح للرئاسة كمرشح. مش رئيس مجلس كيف يعني؟ يعني مش وجي كيوف كرئيس مجلس، وجي كيوف كمرشح لرئاسة المجلس. كمرشح نعم. يعني من خلال الكامبين الإعلامي أو من خلال الأشياء اللي عم بعملها، تركيب القوائم زي ما أنت عم بتقول، غلطات سياسية اللي أنت يمكن كنت تحشاها، أشياء اللي هي صح يمكن أنت كنت تعملها في نظر بعد وما بداش الحملة الإعلامية تبع وجيه لحتى أقول لك شو ممكن أصلك لو محله كنت بتبدأ؟ لو مش لو محله، أنا آرائي في كيف تكون الحملة الانتخابية كما خضناها في السابق، أنت بتذكر يا أخ سليم في السابق نعم المرحلة السابقة كانت أكثر معركة سياسية حضارية في تاريخ عسفيا. بتذكر على أنه وجهت اتهامات لوجيه كيوف على صفحات آخر خبر وأسئلة وأسئلة ما بلاش نتذكرها. وإحنا مقر الانتخابات لوجيه كيوف هو اللي وقف هاي الحملة ومنع إنها تكبر وتتدحرج إلى ما هو أسوأ في تاريخ عسفيا.
احنا خضنا معركة حضارية وهي المرة سنخوض معركة حضارية ابدا. سؤالي لك سؤالي كثير شباب عسفيا ونحترمهم وكلهم كل واحد في عنده طريق ابو مروان اسمح لي ما مشي له اسمح لي اسمح لي سؤالي لك وهيك ليش وجي كيوف لحد اسا عم بجرب يأجل البداية في الكامبين الاعلامي تبعه شو السبب؟ هل هذا مش في مصلحته يكون في أسئلة وأجوبة؟ لا 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 مش هذا الشيء. أول شيء لما رئيس سلطة ومشغول كثير في مشاريع اللي بده يكملها قبل ما تنهي ولايته هاي واحد يعني فتش عليه يوم جمعة يوم صار في تقييم المجلس المحلي بعده عم بيصير هاي واحد. ثاني شيء تركيب القوائم بياخذ وقت بس اللي انا بعرف انه فيش مشاريع بتنعمل في اخر فتره لا لا في مشاريع كل المشاريع بتنعمل بس لا تكمل المشي ممنوع يعمل مشروع جديد اما عنده حق يكمل مشروع اللي بدا سابقا مزبوط يا ابو رسلان مزبوط قبل 6 اشهر ممنوع تخرج مراقب كما في من ابو رسلان بما ابو رسلان لحظه بدي اسمع تفسير وافي على هذا الموضوع من ابو رسلان المشاريع وين انت بتوقف قبل 6 اشهر ممنوع تعمل مناقصة مثلا بجيب لك مثال يعني انا الموضوع العين مشروع العين انا وصلت للمناقصة قبل 6 اشهر ففجأة انا باخذ مكتوب من الاقلبيب نصر الدين اللي هو كان نائب المتصرف اللي بقول لي انه ممنوع تخرج المناقصة هاي لانه انت 6 اشهر قبل الانتخابات اما ده انا كنت يعني لذلك وقفت المشروع لانه كان فيه مناقصة مخراج ومصاري وكل شيء يعني في المدرسه اللي انبنت احنا فهمنا منك انه انت الرخص والاشوريم زي لا مش الرخص اعداد الخرائط اتفاق مع وزاره المعارف اعطاء السمل طبعا لما هي بتتفق كل معك كل الانضاءات معك بتكون يعني كل الثلاث اربع لجان تخطيط اللي هي وصلت اللجنه القطريه اللي هي اكبر لجنه لما هي هناك اخذت الاشور معنا انتهت القضيه فبقى انه انك انت تكمل الاشياء التقليديه فساعتها اجت المشكله تبعت مشكله زيدان وعوقت الموضوع يعني وانا بحب هون انا اقول يعني بس خلينا تكمل لحديثك بس بدي لحديثك مروان بس دقيقه خلينا كمان يعني هون يعني بحب انوه اشياء اثنين اول شيء انا مبسوط انه بس طلع الاخ ابو عميد صار اتفاق مع الاخ زيدان وانه المشروع يعني انجز كمان في عهد الاخ ابو عميد وانا بحيي الموضوع هذا ليش لانه احنا يعني كمجلس اسفي المستقل يعني قدرنا انه ننجز الموضوع هذا مع انه يعني العبد اللي كلمك يعني هو المبادر الرئيسي في الموضوع هذا شريف ابو روكي المبادر فكره المدرسه جاب كل اللي لازم في حقائق وفي مفاهيم الموضوع تبع الرخصه والموضوع تبع زيدان خلصوا على زمن وجيك سليم وموضوع العين شو صار فيه؟ لا موضوع العين عملوه كم لا بلوه. انت عم بتقول انه انت بديت فيه بقول لما الاخ لا مش بديت فيه طلعت المناقصه طلعت المناقصه سأبدأ في الشغل فوزاره المعارف يعني وزاره الداخليه عن طريق الاخ لبيب قالوا لي انه ممنوع قبل بست اشهر تطلع مناقصه لذلك وقفت الموضوع لما وقفت الموضوع بعدين اجت البلديه ما كملتش في الموضوع بفكر بس كيف حسب انه نقلوا قسم من المصاري لانه كان 1,600,000 شكل اخذوا 1,000,000 سكروا فيها عجز في الداله في القرعين كفار اللي كان موجود وبعدين عود الاخ وجي مع ابنه للشيخ ابو مروان اللي هو وائل اللي هو يعني كمان يعني في وزاره السياحه ومسؤول عن المشروع مسؤول عن السياحه انه هو كمان مره عمل الميزانيه بما على اساس انه بما انك حكيت على الدالي خلينا شوي نتطرق لمواضيع الدالي بس بيبلش خلينا نكمل تعسفه مشروع المدرسه في الحاره الشرقيه حكينا عليه لا ما كملناش في فتره قبل شوي في فتره انت حجر الاساس على زمن البلديه لا انا لا قلت انت نسيت حطه انا بسخري قلتها خلا بسخري ليش انت بتتجاهل هاي المده 7 سنين من بين الفتره نهايه رئاسه ابو رسلان شريف لبدايه الرئاسه تبع وجيه هاي في 7 سنين ليش ما 7 سنين ما عمل شيء للمدرسه؟ بتسالش هذا السؤال؟ ليش ب 7 سنين ما عمل شيء للعين؟ بتسالش هذا السؤال؟ ليش كله اجى؟ لانه هاي فتره راحت كله اجى هاي فتره راحت وعدت كمل وانتهى العمل كمل زمن عميد كمل شو بنقول؟ كله كمل يعني الاخ ابو عميد ما كانش كمل المشوار بقراء
إسا اليوم فيش عنده تخنيق قراءة يقول متى عملت هذا المشروع شو عربك؟ أنا بلشت فيه، عملت تخنيات، عملت كل شيء، وهذا المشروع أنا نهيته. يعني تكميل المشروع. أنت بنعسي فيها أبو يعقوب؟ أنت بنعسي فيها؟ أنت بنعسي فيها؟ أكيد. يعني تكمل الدروس. روح على روح على حط الشيكولات وشوف شو عمل هناك. روح على حرس الشرقي شوف عمل. روح على الشوارع اللي كنا نحلم نحلم تتعبد نحلم تعرف شو نحلم؟ شارع قيس كنا نحلم محمد الكسراوي كنا نحلم. ولا مش محمد الكسراوي كان مزفر. يا يعقوب شرفك. لحظة شرفك كوب في بلد. أبو رسلان لا هو احنا الموضوع يعني احنا بنحكي عن مشاريع زي ما قلت في الاول انه فيش رئيس مجلس بحبش يعمل مشاريع وفيش شك انه عمل مشاريع وقبل كان في هناك مشاريع انما يعني انت سالت الاخ مران سؤال مهم انه شو انت لو انك محل وجيه كيوف شو كنت بتعمل يعني اشياء اللي ما عملهاش يعني خلينا اتطرق للموضوع هذا في الترشيح مش كرئيس لو سألني كرئيس جاوبت بس كترشيح ما فيش بس تكون بحب اتطرق لا بحب اتطرق لموضوع اللي هو مهم كثير نعم اللي شوي يعني بالتفصيل مشكلتنا احنا في القرى وده بتاخد اسفة بالذات اذا ما كانش هناك في انطلاقة اقتصادية للبلد لا يمكن انه احنا نتقدم نشوف كيف بدنا احنا وهي انا حكيت مع شكيب في الموضوع هذا وقلت له انه لازم يكون في هناك اعداد للمواضيع هاي يعني شو معناه يعني اسف يا اذا ما كانش فيها واردات من مشاريع اقتصادية سياحية شو بدك تسميها تجارية اللي تجيب لها ملايين الشكاليم غير الميزانية الهبة اللي بتاخذها من وزارة الداخلية لا يمكن انه نتقدم في كثير مشاريع هون 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 في بدون شك إنما إذا إحنا بدنا نقفز قفزة نوعية كبيرة زي مثلا القرى اللي حوالينا زي يكنعم زي غيره وكل هالأشياء لذلك إحنا مجبور يكون في عنا هناك واردات كيف الواردات تجي؟ على أساس إنه إحنا يكون عنا منطقة صناعية وإحنا بدرنا في منطقة صناعية كبيرة اللي اسمها مافوكر ميل اللي هي مشتركة لأسفيا للدالة ليكنعم ولمؤسسة إزورية مجيدو واللي هي على زمننا ووفق عليها يعني من في التخطيط في الناصري وحسب ما انا سمعت اليوم حتى انا ملنا احنا مؤسسه من اهلين كيف لازم تكون مركبه وحسب انا سمعت انه اليوم يعني وافقوا على اعداد 500 دولم الاولاني على اساس انه هن تكون منطقه صناعيه اذا في منطقه صناعيه انا الشكل او يعني نعمل هون من اجل توسيع السياحه والتجاره وكل هالاشياء بيكون بصير في عندك واردات لما بصير في عندك واردات زي يكنعم زي نشر نقول ان مثلا يقطعك شوي بس لا هل يقولك المجلس المحلي كمؤسسي انه ياخذ مصاري ابو مروان معنا اتصال طبيعي اذا ما كانش المشاهد صار له فتره على الخط المشاهد صار له فتره على الخط بنخاف نخسر اتصاله مساء الخير مين معنا مساء الخير مساء النور يا هلا مساء الخير لك وللمحترمين اللي قاعدين جنبك اخ سليم يا ميت اهلا وسهلا فيك مين معنا انا بقول كلمه واحده لابو مروان بهمش عرفنا على حضرتك مين معنا معين اللوي من اسفيا اهلين عم معين يا هلا انا تفضل. ساكن في الحاره الغربيه محل مقال ابو مروان في الشوكانات عندنا عملوا الشارع انعمل مزبوط اما الشارع انعمل بدون زفت مي وكله قبع عندنا ما صار له 3 اشهر فعندنا كمان زمان ابو رسلان شريف بروكن يشكر اللي كان عندنا بيوف عندي والد انا مريض في متساف كشيء بيوهد اللي هو منع البيوف يظل في الشوارع عندنا مع سامي حمدان خلينا اخ معين خلينا نختصر بهم مش نتكلم معروف عمل غاد شارع وعمل حفلي لا عملنا ما عملش حفلي لانه في عندنا بيوف انا صار لي 15 واحنا نركض مشان البيوف عندنا في الحارة مش راضي يجاوبنا تلفن يوم الجمعة الناس مش مهم الناس تلفن لنلسون كيوف يوم جمعة الساعة 8 في الليل اجى عمل النيام اما احنا لا عمود سنتين صاروا بدون زروع مع لامبا اللي هو لازم اخ معين احنا بنشكرك ما حين لا حياتي لما تنادي عشان معين الله ومش مصوت وجه كيوف انا ممنوع عمل باب بيتي ولا اشي شكرا لكم وانا بتمنى للكل النجاح لوجه كيوف وللكل للكل النجاح لكل الناس في البلد شكرا لا شكرا لك معين شكرا لك اخ معين شكرا لك اخ معين انا اقول له انه انا بتعهد له انه الليله او بكره الصبح اسال استفسر من وجيه ليش بعده ما عملش هناك واذا في فيش اي موانع لازم ينعمل لانه بعرف انه عنده ولد مريض ولازم يساعد بكل جهه طيب
سؤالنا للأخ بوعنان. سألنا أبو مروان شو كنت بتعمل لو أنك مكان المرشح للرئاسي، وبدي أسألك إليك نفس السؤال، لو أنك أنت مكان جهاد قبلان مرشح لرئاسة المجلس المحلي، شو في إشي كنت بتعمله جهاد قبلان مش عم بيعمل، أو عايش كنت بتشدد إنه جهاد قبلان يعمل من إسه لتخلص انتخابات، من إسه تخلص الانتخابات تخلص النتائج؟ أيوة بالضبط، في المسيرة الإعلامية تبع جهاد قبلان، في شو كنت بتنصحه، شو شغلي كنت بتأكد إنك أنت بدك تعملها، أو شو كنت تعمل محل جهاد قبلان هيك بشكل عام من إسه لليوم الانتخابات؟ بشكل عام بجرب أعمل مثل ما عمل الأخ جهاد، إنه شو النواقص اللي إحنا شايفينها في نظرنا، شايفينها أو الأخ الاستراتيجي ما عملهاش في نظرنا بدأ تمامها. اللي أهم من كل، لا مش قصدي كرئيس مجلس، قصدي كمرشح لرئاسة المجلس من إسه ليوم الانتخابات، شو في إشي كنت بتعمله لو إنك محل جهاد قبلان، جهاد قبلان مش عم بيعمل، شو بتنصح يعني في برنامج، يعني في إيش بتنصح جهاد قبلان في برنامج عمل أو في برنامج كان بيعزم لك كل يوم على الغداء؟ شوف أنا شايف كل إشي صح ماشي الأخ جهاد، كل إشي صح أو كل إشي شاب بفكر فيه وناقصه في البلد، نعم. جهاد قبلان بفكر فيه والسباق في هاي الأشياء، وبأمنش في إشي ناقصه لجهاد، بس ناقصه إشي واحد، أهل البلد والشباب تدعمه اللي يوصل للرئيس مجلس. يعني هو مش عم ياخد دعم كافي؟ وعم ياخد دعم كافي وكامل منا ومن اللي حواليه ومن أهل البلد، أما تفكيره صح. نعم. حتى لأنه بدأ معركة الانتخابات قبل الانتخابات بستة أشهر، هذا تفكير صح؟ في نظرك يمكن لا، في نظرنا يمكن صح، عشان هيك المرشح تبعك عم ينيم الانتخابات. شو رأيك في الحكي هذا أبو؟ شو رأيك في الحكي أبو مروان؟ خلينا نشوف إسا شوف. أنت عم تتهم إنه المرشح جهاد قبلان بدايته البكير في جهاد، لا شك إنه إنسان ذكي وإنسان لبق، نعم، ومن خير الشباب أسير. طبعاً من لقب حلو من هون غلط. هون هاي هذا حكي عن الشخص نفسه. حكي بيكون عن المرشح الرئاسي مش عن الشخص نفسه، هذا الفرق. ولكن تبدأ معركة انتخابات مجلس محلي قبل ستة أشهر بعد الانتخابات، هذا منتهى الخطأ، لأنك ما بتوصل اليوم تقرير المصير إلا أنت هل كان العادي، لأنه المعركة مش جوانية يا جماعة. هاي واحد. ثاني شيء لا أقول لك فضل تستمر تسمعني. سمعك المعلوم، سمعك. الأخ جهاد عم بدير معركة بطريقة صحيحة، بطريقة ممتازة، بطريقة أدبية، أمي كله، لا كله ما فيش ولا أي على هذا في الجدال، كلنا عم بديروا المعركة بشكل أنا بسميها دائما أخلاقي، بشكل حضاري، بشكل أخلاقي، مش ما فيش تهجم، ما فيش شيء، فيش تجريحات عندنا. نعم. نعم. قد يجوز إنه تنويم معركة الانتخابات أو حملة الانتخابات، خلينا نقول أو مسيرة الانتخابات يصل لصالح وجيب ليه نصف المصاعد، ولكن يعني بقول لك سياسي، بقول لك ابتداء من غدا، نعم، سيبدأ وجيه كيلو في حملته الانتخابية. المرة السابقة بداها حوالي 3 أشهر قبل الانتخابات، وإحنا المرة قررنا نبدأها شهر قبل الانتخابات. أبو عنان، البداية في الانتخابات قبل 6 أشهر هي اللي موصلة لجهات قبلان للجولة الثانية على حسب قولك، وهي اللي بتوصل لرئاسة المجلس. يعني انت موافق على انه بدا الحمله الانتخابيه تبع بكير؟ جدا. بعدين بلا مؤاخذ يعني الاخ ابو مروان شهاب بعده تسعير، بعده صغير، بعده شاب، يعني بيقدر سنه قبل فاتوا 50 ولا بعده ما فاتش 50 بعده، يعني عنده طاقات، عنده طاقات جدا يعني. ابو رسلان ابو رسلان، شو رايك انت لو كنت مكان شكيب ابو روكين، شو كنت في اشياء كمرشح للرئاسي؟ احنا بنعرف انك انت كنت رئيس مجلس وكنت مرشح لرئاسه المجلس، شو في اشي انت كنت بتعمله شكيب مش عم بيعمله، او شو كنت بتنصح شكيب ابو روكين يعمل في المعركه الانتخابيه؟ بنصح اول شيء اثنين، الغير انه زي ما قلت شكيب كيف انا يعني انا عم بنور فيه، انا عم بنور اشياء اللي هو مش عم بيعملها. عم بقول لك كمرشح انا لمست فيه انه هو لازم يكون اكثر يعتمد
على اللقاءات أكثر وأكثر وأكثر، لأنه هو في اللقاءات تبعه عم بيقنع قديش أكثر شريحة من أسفة. أول شيء. ثاني شيء يشدد، وهذا الموضوع اللي هو رئيسي حسب رأيي مش بس لشاكيب لكل ال... إنه اليوم يشدد ويركز على الموضوع الاقتصادي، إنه هو يعد هناك برنامج اقتصادي كامل، لأنه هذا الموضوع الاقتصادي اللي هو بيجيب واردات لأسفيا هو هذا اللي ممكن يجيبنا لقفزة نوعية كبيرة ونصور إحنا في مستوى البلاد الثانية، وإلا كل أشياء الثانية هي شعارات. يعني اليوم كل مجلس محلي أو إحنا المجلس المحلي الإشي اللي بناخده مهبات من المكاتب الحكومية ومن وزارة الداخلية، إحنا زي شحادين اللي كل شهر إحنا منروح نشحد اللي باقي. أما لما بيكون في عنا هناك واردات اللي هي بتجي من مشاريع اقتصادية اللي بتنبنى من مناطق صناعية وسياحية وأخرى، هاي اللي بتكبر الواردات وهاي اللي بتنقذ أسفيا وهاي اللي بتجيب ميزانيات إذا كان للسبورت وإذا كان للمعارف وإذا كان لكل أشياء. ومستقبل أسفيا السياحي. فأنا بقترح عليه إنه يشدد في الموضوع هذا، وأنا حكيت أنا في هذا الموضوع وإن شاء الله بيطلعوا في برنامج، لأنه هذا هو البرنامج وهذا هو الموضوع اللي ممكن يجيبنا أكثر لإنجازات للبلد وللجيل اللي جاي. نعم. وكل الأشياء الثانية هي للأسف أشياء تقليدية. نعم. كلاسيكية اللي إحنا بنرجع وبنحكي فيها وبنحكي فيها وبنجتر فيها، أما هي بتقدمنا شوي 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 مش أكثر من هيك. حتى لو إجا أي رئيس مجلس إن كان، وحتى لو كان عنده زي ما إحنا بنقول كل الطاقات وكل مش عارف إيش، كله هذا حسب رأيي كلام فاضي بدون ما إحنا نكبر الميزانيات تبعنا ونكبر الواردات تبعنا والمشاريع تبعنا. ساعتها احنا المدخول المدخولات غير الهبات اللي بتجينا من وزارة الداخلية اللي احنا مش حد، لا مش التبارن اسمها معنا كيم كل شاهد. تبار هو للتطوير. تبار هو للتطوير. نعم. سها احنا كأننا مش حد تنا احنا نمشي احوالنا من اليوم لبكرة. اما اذا احنا بدنا نجي ننتعش في شكل كامل وفي شكل مستمر واحنا نطلع اسفيا منطقة صناعية وسياحية وتجارية اللي تدخل لك، يعني أنا بعطيك مثال مثلا يوكنعم كل سنة بتدخل غير عن كل الهبات هاي من فوق 25 مليون شكل بس من منطقة صناعية من الصناعات، مش بحاجة لأشياء ثانية. أبو عنا إحنا وقت عم بدهمنا وصرنا في نهاية البرنامج في آخر أوقات البرنامج، بدي أسألك سؤال. للأسف الشديد أنا شفت حد رونسون على القارمة أو الإعلام تبع رائد منصور كلام مش مقبول. شفت. شو رأيك؟ بستنكر هذا الإشي وهذا الإشي مش ملايم للبلد، وهذا الإشي مش مزبوط، وهذا الإشي عيب جدا ينعمل في بلد زي آسفيا اللي كل وقت بنحكي عليها بلد محبي، بلد عطاء مثل ما قال الأخ أبو مروان، بلد اللي استقبلت كل هاي. أنا فكري عيب ولازم اللي كتبه يروح يغير الشلت وينحط شلت محترم كيف كان ويرجع على أبو رسلات. شفتها؟ للأسف لا شفتهاش طبعا. أنا في كان تشويه على واحد من القرمات الإعلانية للمرشح، هذا ممنوع، ممنوع التشجيع الشخصي، لأنه إحنا بنوصل مستوى التشجيع الشخصي ما إحنا بعدناش نافس في شكل ديمقراطي ولا في شكل سليم. أنا يعني هجوم شخصي على بني آدم وأنا بنكره وبستنكره. شو رأيك أبو مروان؟ والله أنا بستنكر بشد بشدي، وأنا ضد كل هذا التوجه. إذا في ناس في بعض الأشخاص مغرضين أو عندي نفوس مريضة بيستعملوا هاي الطرق، هاي مشكلتي. أنا مش مستعد أكون لا أيدهم ولا أفهمهم ولا أسمعهم ولا أشوفهم حتى. أدولهم وناس اللي قاموا في هذا العمل وناس مرضى المجتمع ينبضهم كليا. طبعا إحنا كمحطة تلفزيون البسمة بنضم صوتنا لصوتكم، نستنكر بشدة هاي الأعمال ونقول إنه أهل عسفيا مبنين تربوا يحبوا بعضهم، عاشوا تيحبوا بعضهم وبدين يظلوا يحبوا بعضهم، وكل واحد عم بجرب يغير في المفاهيم تبع الشارع العسفاوي منقول له صعب كثير عليك، ومنشد على ايد المرشح رائد منصور ومنقول له جبل ما يهزك ريح، بلاش احنا
ينعكس علينا هاي المواضيع. احنا اكبر من هيك واحنا اولاد بلد واحد وبنحب بعضنا وبنحترم بعضنا وبنطلب من كل اولاد البلد يخلوا المعركة الانتخابية او الجولة الانتخابية في روح رياضية وفي محبة واحترام متبادل بين الكل. بما انه حكينا على هذا الموضوع بدي اتطرق شوي للمشاحنات الموجودة في الدالي. في كثير مشاحنات في الدالي، حتى شفنا كثير اشياء اللي هي قلطة الخطوط الحمراء. في قسم من الناس اللي بذنب الصحافة الصفراء الدلوية، شو رأيك في الحكي؟ شوف انا بصف اللي كنت في دارة الكرمل وانا استاءت جدا من من الكتابات اللي كانت في الصحف صفراء ولا غير صفراء، لا انا الصحافي الصحفي المحلية. نعم. انا استاءت جدا لانها تطرقت الى اناس اللي انا بعرفهم عن كتب. وانا استاءت جدا من هذه الاشياء. عمين بتحط اليوم حكي إلي اليوم على أنه كانت أصابع غريبة هي اللي عم بتحاول تخلي الخلاف بين نصر الدين وحلبي يوصل إلى ما بعد الخطوط الحمراء. أصابع غريبة من البلد، ففي كل مجتمع هيك. أنا لا يمكن أتصور أنه مرشح عائلة معينة يحاول أن ينزل إلى هذا المستوى، لا يمكن. أنا بتصور مين بتتهم أنت بشكل مباشر؟ أنا لا أتهم لأنه أنا مش ابن الدالي، بس أنا سمعت ابن الدالي اليوم على أنه في هناك متهمين ألف بيت جيم معروفين، الناس عم تحقق معهم في كذا إلى آخره. مش يعني مش الفريقين اللي أو مش فرق العمل، لا مش الرؤساء ولا فريق العمل تبع كل واحد منهم، إلا مجرد ناس اللي هني بدني كبروا اللي هو بالمرحلة. شو رأيك في تضخيم الأشياء؟ الصحافة اللي عم بتضخم الأشياء عن زي عم تعطيها. أنا اللي رأي في الصحافة المحلية ورأي شوي صعب في بعض الأحيان. هاي الصحافة المحلية هي نفسها تتجاوز الخطوط الحمراء، هي نفسها تحاول أن تشعل المعركة وبتخليها بتشعر حالك كأنك أنت في حرب على مين ذاتي، والوضع مش هيك. ليش الصحافي؟ إذا أنت بتشوف الصحافي آخر الجمعة عن عسفيا بقرأ عن عسفيا أشياء، طب أنا من عسفيا بعرفهاش كيف بنوجبه هاي الأشياء. الهدف تبع الصحافي هي صحافي محلي وفي نفس الوقت تجارية. يعني زي ما قال بورسلان بتدور على موارد لحتى تعيش منها، الإعلانات ما بتكفي فبتدوروا على موارد تانية. لما بتقرب معرض الانتخابات هذا موسم للصحافة المحلية، يعني الموسم تبعهم، يعني زي العيد عند اللحامة، يعني الموسم تبعهم، يعني بكلام آخر ابتزاز كذا وكذا لحتى يتاجروا ويحصلوا على أكثر من إعلان نشر لهذا المرشح. أبو رسلان شو رأيك في هذا الموضوع؟ والله مؤسف، يعني موضوع شكل سمعت فيه أنا زي كل مواطن مؤسف إنه يكون في أشياء أنا شكل في بلد اللي عايش مع بعضه في بلد اللي هو براعي التقاليد والعادات والأصيلة. فلذلك يعني احنا ككل يعني كل مواطنين اذا كان في اسيا او في الدالي لازم يتجاوزوا هاي الامور، وانتخابات هاي بتبرق في خلال شهر او شهرين وبعدين الناس بدها تعيش مع بعضها في يوم يوم. وللاسف مين اللي بيجرب انه يكبر هاي الاشياء بعرفش، اذا الصحافة او الناس. يعني انت لا توافق يعني ابو مروان على انه الصحافي تبتز المرشحين؟ مش انا اذا بتبتزه انا مش كثير مزبوط، يعني مش كثير بقرا الصحافه المحليه. اما اذا في شيء انا شكل طبعا هاي بتكون صحافه اللي بتعتمد على بس على الاستفزاز او انه هي تجتذب الناس في شكل غير سليم في شكل مش مزبوط وغير مستقيم. وانا شو رايك معنا بستنكر هذا الشيء. هو طبعا بضم صوتي للاخ ابو مروان وبقول هذا الشيء عيب، هذا الشيء مش لازم يكون. والصحافي هي انا حسب رايي الشخصي كيعقوب شخدم الصحافي هي المشكله الكبيره في هذا الموضوع. يعني انت بتوافق انه هي عم تجرب تبتز المرشحين عشان هيك عم تجرب تولع الامور اكثر او تشعلها اكثر؟ تشعلها اصبط كلمه في هاي، تشعلها اكثر عشان تبز المصاري من المرشحين. نعم. ويمكن المرشحين تحكيش هذا الكلام، يمكن هن اللي عم يدبوا هذا الكلام عشان هذاك يحكي وهذاك يحكي. وطبعا هذا الاشي في كلمة واحد صغير عيب. اخرين هاي بتاخذوا اليوم في الصحافة بمش بطلع انه الصحافة بنتقل 180 درجة بيكون مؤيد لمرشح
لاحظ انت وايضا مرشح معين بالعدد اللي بعده بيكون ضده ضده بشكل يعني انا كان مستنى حتى العشرة ليه بتطاوله يعني الجمعه بتطاوله. معنا اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير اخ سمير وقاعدين معك. مين؟ نحكي فرح منصور. اهلين فرح. اول شيء احنا سنه 2013 هناك انجازات اللي هني عم بيقولوا عنهم ضب الزبالي انجازات وقطع المياه انجازات. اما اذا ما نتطرق لموضوع الكهرباء في عسفيا اللي هي اكثر من 1000 بيت من غير كهرباء في البيوت. هاي اكبر مشكله واللي انا مش شايف لها حل في الافق القريب. معلش يعني كيف اخبرك اسمح لي اخبرك صوت التلفزيون. اول شيء اذا بتعمل معروف توطي صوت التلفزيون حدك. ثاني شغلي بدي اطلب منك احنا عم نحكي على الاجواء الانتخابيه وعم نحكي على عم ندعي انه يكون الجو الانتخابي في عسفيا هو جو محترم وجو يقرب الناس من بعضها مش يصير معنا زي ما عم بصير في قرى ثانيه لانه احنا تربينا نحب بعضنا. موضوع الكهرباء وغير الكهرباء بفكر انه اليوم واحد تسأله هذا السؤال هو رئيس المجلس لما بيكون في لقاء. فبطلب منك تشد ايدك على ايد الشباب هون وتقول انه احنا انا بأيد العسفية كيف ماشي في النهج تبعها في المحبة في الاخوة. وانا كل المرشحين اصدقائي انا مش بنحكي لتحيز اي انسان. لا لا مش المقصود مني للمرشحين الاربعة مش مرشح لا وجهي ولا رائد ولا اي انسان. نعم. يعني اذا لما نقول احنا في 2013 وعندنا احنا في هاي الحالة مين ممكن يساعدنا غير نفسنا؟ اذا انا مش شايف ولا اي افق. اذا بروح ازحلق بشوف الحالات الموجودة في زحلق اشي بقشر جهر البدن يعني بتلاقي مليون كامل ممدود على كله خطر في خطر. يعني اخ سليم مين مش يعني يا اخ فرح اخ فرح في اثنين هون في اثنين قاعدين هون في فرح في اثنين قاعدين هون اني اكثر ناس اتأذوا لانه مش كهرباء في الحارة الشرقية. انا ابني بياخذ كهرباء يعني بسموها بريتت 550 متر طول الكابل اللي بيجيب لعنده الكهرباء بينقطع في الشتاء اكثر من 10 مرات وكذلك ابو رسلان حدي كمان نفس المشكله. فاحنا بنبكي الليل قبل النهار على انه هاي المشكله حلها وان شاء الله يا رب بدها تنحل في الموضوع. انا بشكرك جدا على هذا الاهتمام. شكرا لك على التعقيب وشكرا للاخ فرح على الاتصال بس هذا مش موضوعنا 100% موضوع الكهرباء. انا بحيي في فرح زي اللي انا حسيت حالي فهمت عليه انه هو بدعي الأربع مرشحين واللي حواليهن نحط إيدينا في إيدين بعضنا تنقدر نحل مشكلة الكهرباء لأنه هاي مشكلة بدها وحدي بدهاش مرشح وبدهاش مرشح ضده وبدها وحدي عسفوية تتوصل. وإحنا بنعرف كلنا بنعرف إنه الوحدة العسفوية فيش شيء بيقدر يتحداها ولا أنا غلطان. أثبتت معركة الانتخابات ومعركة فك الدمج أثبتت فك الدمج مظبوط فك الدمج والانتماء معركتين خدنا ونجحنا والانتماء فك الدمج والانتماءات اثبتت اهل عسفيا انه الوحده تبعتهم مش ممكن الا اللي بدهن ياسر. ليش بتحدوش على موضوع الكهرباء؟ بتعتمد على موضوع الكهرباء بما انه مقرات انتخابيه هون موضوع الكهرباء موضوع اكثر لازم يكون حساس. موضوع الكهرباء كمان لازم يكون فيه تخطيط مضبوط لازم يكون فيه خوارط الملائمه لهي الاشياء والخوارط والخرطه الهيكليه تبعت البلد تروح للمناطق المعينه للادارات المعينه للمحلات المختصه لهذا الموضوع ومع الوحده تنفك. في الشك هذا الموضوع بيعكس تفرقه من قبل المؤسسات ومن قبل حكومات اسرائيل كلها. يعني اذا انا بجيب لك على سبيل المثال في كثير مستوطنات اللي هي ما حداش ساكن فيها اللي فيها بنية تحتية كاملة في الضفة الغربية وبعده ما فيش حدا ساكن فيها وفيها كهرباء وفيها كل الأشياء بدون رخص. هون ناس وشباب ومخلصين جيش وغير مخلصين جيش فيش عندهم كهرباء لهن ولولادهم وهذا بعرضهم للخطر وصار عندنا مشكلة في عسفيا. وحسب رأيي انه هاي الأصبع الاتهام
تشار أول إشي لكل حكومات إسرائيل لحكومات قبل ما إحنا ننتهي نفسنا. شكرا شكرا لك أبو رسلان. أبو مروان كلمة أخيرة للناخب العسفل للمرشحين. والله أنا أول إشي أنا بتأمل من المرشحين وأنا بعرف في كل الأصدقائي وأنا بعرف من واحد واحد إنهم يستمروا بهذا الأسلوب بهاي طريقة التعامل بهاي التوجه إلى الناخب وإنه المعركة ومين بيكون رئيس للمجلس المحلي الكل يتعاون والكل تاني يروح ويهنوا ويبارك له ويتمنى لأنه هاي بلدنا ولا بده يطلع الرئيس مين ما يكون يطلع الرئيس شو لأيش هو نزل الانتخابات حتى يخدم بلده بس مش هنقول هدول شباب ليش مرشحين ليش شو الدافع تبعهم الدافع تبعهم اللي يخدموا بلدهم إذا الناخب الإسفاوي أعطاهم يكونوا فهاللي بيعطي نتأمل إنه يخدم بلده بإخلاص وبأمانة ويعتبر الخمس سنين القادمة يحط قدامه أهداف ويحققها للناخب. إسا بيجي للناخب الإسفاوي بقول يا ناخب الإسفاوي يا أنا بترجعك أعطي الرئيس المجلس المحلي اللي المرة الحاضرة كانت الكادنسة تبعه نقص سنين أعطيك كمان خمس سنين وحاسبه بعد خمس سنين لأنه هو طلع على الطريق الصحيح وخلينا نعطيله مجال بعد خمس سنين ونحاسبه بعد خمس سنين إذا في شيء. أنا شايفه طلع على الطريق الصحيح وفي بوادر وفي أشياء موجودة في أرض الواقع اللي بتشهد على إنه وجيه إذا قصد أعمل. أبو رسلان كلمة أخيرة للناخب الأسفل. طبعا ناخب الاسفاوي هو مهم كثير لانه هو سيد الموقف هو اللي بيقرر مين يكون رئيس المجلس مين ينتخب ومين يجلس على هذا الكرسي حتى يخدم بلده. فلذلك انا بقول للمواطن الاسفاوي انه بلاش يكون في عندك يعني هذا القرار التلقائي الاوتوماتيكي في التأييد. افتح ذينك افتح عقلك الله اعطاك الاشياء واسمع كل المرشحين وأعرف قرر حسب عقلك وحسب حواسك مين المرشح الملائم لأهل بلده. والمرشح طبعا للمرشحين بنقول إنه هن الفترة هاي يتجاوزوها بدون لحد زي ما كانت إسا بدون هناك تجريح شخصي فاحترام متبادل. واللي بيكون على الكرسي إنه هو شوف نفسه بيمثل كل أسفيا بيمثلش فئة وشريحة معينة ويكون بعيد على انه يكون من الانتقام من اللي مشى معه من اللي مشاش معه بالعكس وانه طبيعي انه يشتغل لبلده يشوف الامور اكثر كبيره يشوف الامور الكبيره اللي هي للمدى البعيد بتخدم اولاد بلده مش للمدى القصير مش الاشياء البراقه اللي هي بس لفتره قصيره وبعدين بتروح وبعدين بتذوب. شوف اشياء كبيره اللي ممكن عددها وعددناها في اللقاء هذا ثلاثتنا اللي هي بتخدم البلد وتخدم الجيل الجديد لأنه مهم الجيل الجديد كيف إحنا نشوفه بعد كذا سنين بيعيش في آسفيا. مش مهم إن الأشياء اللي هي من اليوم لبكرة لأن اليوم لبكرة هي بس تعطيك أنك أنت تعيش أما أساس تعطيك أنك أنت تعمر جيل جديد لعشرات ومئات السنين أنك أنت تبني الأساس على أساس ماكن اللي يعتمد على كل هاي الأشياء اللي حكيناها وأنه حتى يزرع وحتى يقوي الثقة بينك أنت كرئيس منتخب وبين المواطنين في بلدك اللي أنت مجبور تخدمين وأنت مش لازم تشوف أنه المجلس المحلي أو الكرسي اللي أنت قاعد عليه أنه الكرسي هذا ملك إلك أنك أنت مجبور تخدم هاي بلدك وأنه الكرسي هذا أنت قاعد عليه ستخدم لأنه أنت موجود اليوم مش موجود بكرة وبكرة بدي يجي غيرك وهكذا الأمور بتصير. نتأمل أنه تكون يعني حملة انتخابية ومنافسة شريفة إن شاء الله اللي تعلم الأجيال أنه يمشوا للمستقبل في هاي الصورة. شكرا شكرا لك أبو علان يعقوب شخيدي. كلمة أخيرة للناخب الأسفاوي للمرشح الأسفاوي بالشرط للرئاسي كمان بده يكون العربي. أول شيء بشكرك على البرنامج حلو الواحد يشكر في آخر البرنامج. شكرا لك في أول البرنامج كمان وبتمنى من الناخب الأسفاوي يظل كيف هو اليوم محترم فيش تشريح شخصي انتقادات لابد منها انتقادات بناء طبعا دعم الشباب مهم جدا الفكر الشبابي مهم جدا
وبتمنى من كل رئيس مش مهم، من كل مرشح للرئاسة مش مهم مين هو، الكرسي بده يوصل أهل آسفيا لمستقبل أفضل، لعهد أحسن، لتفكير أوسع، وبتمنى من كل أهل آسفيا إنه يصوتوا للأخ جهاد، لأنه أنا في نظري هو المرشح. شكرا لك، شكرا لك أبو مروان، شكرا لك أبو رسلان، شكرا لك كمان. مشاهدينا بتقدروا تحضروا وتتابعوا حلقتنا على فيسبوك تلفزيون البسمة وعلى موقع البسمة tv.com. كان لنا عظيم الشرف في الإخوان الموجودين معنا هون، حب علينا كثير يكون معنا مشارك من المقر الانتخابي للأخ المرشح السيد رائد منصور. إن شاء الله في لقاء آخر بيكون في تعويض أفضل على هذا الموضوع. أسبوع القادم بيكون 12/9 بيكون لنا لقاء مع الأخ المرشح جهاد قبلان. تابعونا، شاهدونا على تلفزيون البسمة. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم، ونتمنى يكون البرنامج نال إعجابكم.